صباح الخير والأمل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم نهاية الأسبوع. النهاردة الجمعة 7 سبتمبر 2018 9 صباحا بتوقيت القاهرة. دايما بنسعد بصحبتكم كل خميس وجمعة مشاهدي نهاية الأسبوع لمناقشة كل ما يهم الشارع والأسرة المصرية وأيضا كل أخبار مصر والعالم. النهاردة وزي كل جمعة وزي ما احنا متعودين هيكون معانا قراءة وتحليل متأني في أهم وأبرز أحداث الأسبوع. والنهاردة معانا لتحليل الأحداث الكاتب الصحفي الأستاذ علي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أما فقرتنا الثانية فالحقيقة هيكون لنا لقاء مهم جدا حول دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري ويعني وضع الحلول للمواجهات من خلال بعض التقارير السنوية المعروضة على رئاسة الجمهورية والجهات المختصة. هيشرفنا للمناقشة واستعراض هذه التقارير المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية. أما فقرتنا الأخيرة وزي ما عودناكم برضو كل جمعة هنتكلم في فقرة اجتماعية أو موضوع اجتماعي. والنهاردة الحقيقة الفقرة هتكون متميزة جدا لأن هنتناولها من جوانب مختلفة. احنا يمكن اتكلمنا قبل كده عن ملف الغيرة وتأثير الغيرة على خراب البيوت وخراب المجتمع بشكل عام. امتى تكون الغيرة غير صحية وممكن تهدم المجتمع وتهدم الأسرة وازاي نقدر ان احنا نتصدى ليها؟ هل الغيرة مرض فعلا؟ هل الغيرة يعني حاجة غير مستحبة ولا حاجة بتبقى طبع ما يتغيرش؟ وهل الطباع اللي زي كده ممكن تتغير مع الوقت ولا لا؟ والحقيقة المتميز في هذه الفقرة ان احنا هنتكلم فيها من الجانب الديني والجانب النفسي. فهيشرفنا في هذه الفقرة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر. وأيضا من الجانب النفسي هنتكلم ونتناقش مع ضيفنا الدكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس. مشاهدينا في انتظار كل مشاركتكم واتصالاتكم على أرقام تليفوناتنا اللي قدامكم على الشاشة وكمان على الاس ام اسز. وتقدروا تتواصلوا معنا على صفحتنا على فيسبوك نكتب بالعربي نهاية الأسبوع. مستنية كل رسائلكم وكل تعليقاتكم. مرة تانية بصبح عليكم قبل ما نروح لفقرتنا الإخبارية. هنشوف مع بعض دلوقتي تقرير لطيف جدا عن شاب اسمه محمد عبد الخالق. محمد عبد الخالق شاب مصري قرر ان هو يشتغل بطريقة مختلفة، يشتغل خارج الصندوق. فهو الحقيقة عنده موهبة واستغل الموهبة دي علشان يقدر ان هو يحقق ذاته ويشتغل بيها. محمد بيصنع شنط جلد واكسسوارات جلد كلها منتجات مصرية وعمالة مصرية كمان. الناس اللي بيساعدوه كلهم مصريين. والحقيقة محمد عبد الخالق دايما بيتجول بعربيته علشان يبيع المنتجات دي ليثبت أن الصناعة المصرية قادرة على مواجهة المنتجات الأخرى. مشاهد. شاب طموح أراد صناعة مستقبله بنفسه، فاتخذ من منزله ورشة لبدء مشروعه الخاص لصناعة منتجات الجلد المصرية لينسج بين يديه منتجات عصرية تنافس المنتجات العالمية. هو محمد عبد الخالق شاب في العقد الرابع من عمره. هدفنا إن احنا نهتم نشوف إيه الصناعات المصرية وبنحاول نطورها وندعمها. أحد المشروعات بتاعتنا منتجات الجلد الطبيعية. اخترناها لأنها بتتميز بعدة مميزات. أولها بنسبة 80% هي صناعة محلية الصنع 100%. اتنين ليها تقدير عالمي في كل البلاد الأوروبية وفي كل البلاد الخليج. وإن شاء الله رب العالمين نوعد حضرتك إن هي 20% اللي ناقصين عشان هو الإكسسوارز عندنا بنطلع نسجيبه من برة. إن شاء الله في خلال 6 شهور هيبقى المنتج 100% مصري. الجلد مصري، الصنعة مصرية، مواصفات وطباغة يعني هو المنتج بالكامل محلي الصنع. أنا كشاب النهاردة ما أنا محتاج أشتغل ومحتاج أحقق الهدف اللي في دماغي أن أنا أكون مصنع في بلدي ومنتج، وده من حقي. فأعمل إيه؟ لجأت بعد ربنا للبنوك والمنح والقروض اللي هم بيقدموها. لقيت الأمور مش واضحة، طب أعمل إيه؟ أقف. فاستعنت بأحد الأصدقاء، استعنت بالله وبعد كده استعنت بأحد الأصدقاء وجبنا مكن
وجبنا جلد وابتدينا نكون الفريق وابتدينا نجرب واخترنا براند خاص بينا باسم بارباروسا وقررنا ان احنا نخوض التجربه ونتعلم. طالما احنا مش هنتعلم اكيد ما فيش حد هيتعلم ببلاش، فاضطرينا ان احنا نجيب مكان وان احنا نجيب صناعيه ونجيب جلد واشتغلنا والحمد لله رب العالمين انتجنا وخطينا اول مرحله بسلام. محمد كان يستهوي المنتجات المصرية المصنوعة من الجلد الطبيعي المصري والتي تعد من أهم الصناعات الحرفية في مصر، حيث تزخر البيئة المصرية بهذه الصناعة، وقرر أن يساهم في عودة شعار صنع في مصر إلى الأسواق. صناعة مصرية يعني آلاف فرص من العمل، آلاف دخول، مستقبل، اقتصاد عالي، اكتفاء ذاتي. ورغم إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات المستوردة، إلا أن جودة المنتجات المصرية العالمية جعلت منها منتجا يلقى رواجا بالرغم مما تحتاجه من بعض الدعم من الدولة كتوفير التكنولوجيا. نطلب أن الدولة تدعمنا أن احنا تدينا أراضي في مناطق صناعية أو مصانع في مناطق صناعية، محتاجين معدات، محتاجين مكن، كل جنيه بندفعه في منتج مصري والله بيوفر آلاف الفرص العمل ومستقبل واعد لينا ولأولادنا. هذه المنتجات المصرية المصنوعة من الجلد المصري بأيد مصرية خالصة يعود صاحبها بها إلى عظمة وريادة شعار صنع في مصر، يفخر بهذه المنتجات كل من يقتنيها، وتساهم هذه الصناعة أيضا في تنشيط حركة دباغة الجلود التي تتميز بها مصر على مستوى العالم. سيد موسى، نهاية الأسبوع. أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدي نهاية الأسبوع وفقرتنا الصحفية لتحليل أبرز وأهم أحداث هذا الأسبوع. منورنا للتحليل ضيفنا في الاستوديو الأستاذ علي حسن، الكاتب الصحفي رئيس مجلس إدارة والرئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك يا أستاذ علي. أهلا منورنا. أهلا وسهلا. الحقيقة من أبرز الأحداث خلينا نقول الزيارة أو زيارات السيد الرئيس التي استغرقت 6 أيام، البحرين والصين وأوزباكستان. خلينا نتكلم الأول على دلالات وأهمية الزيارات في هذا التوقيت ويعني بشكل شامل الأول. تفضل يا فندم. هو طبعا بشكل شامل هذه الزيارات تأتي في إطار دور مصر الرائد في سواء على المستوى المحلي او على سواء على المستوى العربي او على المستوى الدولي، حرص الكثير من دول العالم على دعم وتوطيد اواصر تعاونها مع مصر، ايضا في ضوء حرص مصر بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على ايجاد تنوع في علاقاتها الاستراتيجيه وايجاد تنوع في علاقاتها الدوليه و التعاون مع الدول الشقيقة والدول الصديقة بكل ما يحقق مصالح مصر وأيضا مصالح هذه الدول. أيضا كان أحد هذه الزيارات بالغ الأهمية وهو زيارة الصين، لا سيما ما يتعلق بأن سيادة الرئيس إلى جانب الزيارة التي يقوم بها زيارة الدولة الثانية إلى الصين، لكن أيضا شهد منتدى التعاون الصيني الإفريقي بمشاركة رؤساء وقادة وممثلين ل 53 دولة. تمام. من دول العالم. وأيضا لأن مصر لها توجه كما تعلمين منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير ودعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، فكان هذا الأمر أيضا فرصة لدعم العلاقات المصرية وتوطيد العلاقات المصرية الإفريقية. طيب خلينا نتكلم بقى تحديدا عن زيارة البحرين الأول، لأن عايزين يعني نحلل الثلاث زيارات. زيارة البحرين وطرق جديدة وعودة للتواصل مع الخليج، كانت أبرز الرسائل هنا أن أمن مصر من أمن الخليج وأن ما فيش مشاكل، ورغم ما يحيط بالمنطقة العربية من يعني صراعات ومشاكل كانت الزيارة واضحة جدا أن ما فيش مشاكل حتى هذه اللحظة بين مصر وأشقائها في دول الخليج. كيف تقرأ هذه الزيارة أيضا بشكل أعمق؟ هو مصر بتولي العلاقات المصرية الخليجية أهمية بالغة وأحد محاور الأساسية في السياسة الخارجية المصرية، والبحرين هي يعني دولة شقيقة لمصر،
بتربطها بمصر علاقة حميمة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن من الوهلة الأولى لتولي رئاسة مصر عام 2014 أعلنها صراحة أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر. الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للبحرين والتي حظي خلالها بحفاوة واستقبال كبير جدا، لأن العلاقات بين البلدين علاقات وطيدة وعلاقات حميمة ومصالح مشتركة. أيضا البلدان يجمعهما معا تعاون في إطار منظومة الدول الرافضة للإرهاب أو الدول الداعمة لمواجهة الإرهاب، اللي هي طبعا مصر والسعودية والبحرين والإمارات الربع العربي. أيضا في هذا الإطار جاءت الزيارة للإعلان عن رفض مصر لأي تهديد لدول الخليج، وحرص مصر على الاستقرار دول الخليج، وأن مصر ترفض أي تدخل في الشأن الداخلي لهذه الأقطار العربية الشقيقة، ورفض أي محاولات للتدخل في شؤونها. وأجرى الرئيس السيسي مباحثات مع أمير البحرين تناولت دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. طبعا الملف الاقتصادي دايما حاضر مع السيد الرئيس. تم التأكيد على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون بين البلدين في مختلف أوجه ومجالات التعاون المشترك، واستمرار مواصلة التعاون المشترك بين الجانبين. بس الزيارة دي يا أستاذ علي، يعني زيارة البحرين تحديدا كانت أكثر سياسة أو أكثر يعني لمواجهة الإرهاب، وأكثر سياسة أكثر من ملف الاقتصاد، مواجهة الإرهاب والتصدي للإرهاب والإعلان عن مساندة مصر لدول مساندة مصر دول الخليج في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها، وأن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر. وكانت رسالة واضحة جدا، وبقول أن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن كان محلا لاهتمام عالمي، لاهتمام عربي في المقام الأول، وأيضا اهتمام عالمي اهتمام العربي، لأن كل دول الخليج تقريبا نشرت هذه الزيارة ونشرت تلك التصريحات وأبرزتها بصورة كبيرة، لأنها تمثل تصريحات الرئيس السيسي لأنها تمثل يعني أهمية بالغة بالنسبة لها، ولطمأنة شعوبها أيضا بأن مصر تقف معهم في مواجهة هذه التهديدات. الجميع أيضا علق على نقطة التوقيت، ان التوقيت يعني احنا فعلا المنطقة العربية بتمر بسخونة شديدة في الاحداث. وخليني اتكلم شوية عن وكالات الانباء العالمية اللي علقت على هذا التوقيت، وقالت ان فعلا زي ما سيادتك بتقول رسائل مهمة جدا لطمأنة الشعوب، خصوصا ان في يعني مشاكل بتحدث حاليا يعني في كل ارجاء المنطقة العربية. البعض الاخر قال لا، ان التوقيت ده حضرتك عارف ان في يعني اعلام اخر مناهض فبيتكلم ان لا التوقيت مش صح، التوقيت كذا، فكيف ترد على هذه النقطة؟ هو التوقيت طبعا توقيت مناسب جدا، وهذا التوقيت تقدره قيادتي البلدين الشقيقين، لكن هناك طبعا من يغضبهم وجود مثل هذه العلاقات، هناك من يغضبهم العمل العربي المشترك، هناك من يغضبهم وحدة العرب، الدور المصري. أؤكد وأكرر أن هناك من يغضبهم الدور المصري القوي والحاسم في مواجهة الإرهاب وفي مواجهة التطرف وفي مواجهة التهديدات التي تتهدد المنطقة، ومن ثم يريدون أن يتحدثوا بطريقة مغيرة، لكن لا أحد يصغي إليهم على الإطلاق، لأن موقفهم معلوم، أن هؤلاء يريدون استمرار أن ولائهم ليس لأمتهم العربية بل لجهات إقليمية أخرى معادية لعالمنا العربي. هؤلاء لديهم أجندة لمساندة العنف والتطرف والإرهاب، والعمل على إيجاد حالة من البلبلة وعدم الاستقرار، ومن ثم يغضبهم كثيرا الدور المصري المشهود والملموس والداعي دائما إلى العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة، وعلى وحدة وسلامة الدول والأقطار العربية وسلامة شعوبها ووحدة أراضيها. كل هذه الأمور تغضب أعداء مصر الذين يريدون أن يعلقوا تعليقات غير مقبولة ولا يصغي إليها أحد، وما يتحدثون إلى أنفسهم فقط، والكل يعلم دورهم الخياني في المنطقة. لكن الدور المصري في الحقيقة دور محترم، دور بيحظى بتقدير عربي ودولي كبير.
صحيح، وهو دور رائد ايضا في حل بعض المشكلات زي ازمه فلسطين، ازمه سوريا، ازمه ليبيا، يعني كان في دور رائد لمصر. بس هنا متواصل يا فندم، دور مصر متواصل بهذا الشان فعلا. صحيح، ودي يعني دي حاجه احنا ما ينفعش ان احنا نغفلها. هل حضرتك شايف ان الردود العمليه اللي بيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي هو لا يرد ابدا بالكلام على يعني مثل هذه الادعاءات الكاذبه، ولكن يرد عمليا عن طريق زيارات، عن طريق اتفاقيات، عن طريق يعني توجيهات سياسية معينة، هل حضرتك شايف ان يكفي يعني ان احنا بقى دورنا دور الإعلام ودور الصحافة للرد؟ هل نرد يعني بشكل ايضا معين، ولا ردود كافية فقط ان احنا للتحليل او الكتاب؟ هو دور التكاملي لدور العملي. دور الإعلام هو دور مكمل لدور القيادة السياسية. أيوة. فما تقوم به القيادة السياسية ينبغي على الإعلام أن يقوم بنقله إلى الرأي العام ويقوم بتوضيحه. الرد على البلبلة والرد على الشائعات والرد على الأكاذيب، كل هذه الأمور المنوط بها في المقام الأول هو الإعلام، وعليه أن يقوم بدور قوي بهذا الشأن. وبالفعل مركز المعلومات مجلس الوزراء مثلا قام بدور كبير جدا في الرد على الشائعات في الفتره الماضيه، وسائل الاعلام نقلتها، وانا في قناه انبش كان قصد بنقلها بشكل يعني من بس حضرتك بدقة عشان كده جدا بالفعل يعني. لكن احنا ايضا في قناه انبش وغيرنا من زملائي في وسائل الاعلام المختلفه او بعضهم بالحقيقه بنحرص جدا على اهميه الرد على هذه الامور من خلال اللجوء الى المسؤول المختص لكي احصل منه على رد على ما يثار من شائعات وأكاذيب. إذا ما اقتضى الأمر ذلك بنقوم بالفعل بالرد القوي، لكن لا نترك الساحة لمن يريدون إثارة البلبلة وإثارة الشائعات والأكاذيب، لا سيما ونحن على ثقة ويقين بأن ما تقوم به قيادتنا السياسية يصب لصالح مصر ولصالح أمتنا العربية ولصالح دعم مسيرة الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة بل وفي ربوع العالم. تمام. طيب ننتقل بقى للصين، وهي ليست الزيارة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي للصين. الصين تجربة اقتصادية مهمة جدا، وكانت الحقيقة الزيارة لها بعد اقتصادي قوي جدا، لها بعد سياسي، ولها كواليس كمان زي ما أكيد حضرتك حتى عرفنا عليها دلوقتي. صحيح. خلينا ناخد كده جزء جزء. الصين كتجربة اقتصادية قوية مبتكرة، يعني احنا محتاجين يكون في تبادل ثقافات اقتصادية معينة ما بيننا وما بين الصين. البعد الاقتصادي للزيارة ايه؟ هو بداية طبعا الصين تربطها بمصر علاقة استراتيجية منذ عام 2014 أي عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه، وذلك في إطار حرص مصر على تنوع علاقاتها الاستراتيجية مع العديد من دول العالم، وجاء في مقدمتها أيضا الصين وروسيا وغيرها يعني إلى جانب طبعا أقطار عربية ودول كثيرة، لكن في إطار هذا التنوع. هذه الزيارة هي زيارة الدولة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، الزيارة الأولى كانت 2014 وهذه هي زيارة الدولة الثانية. لكن هذه الزيارة هي الزيارة الخامسة للرئيس عبد الفتاح السيسي للصين على التوالي. فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، في حال الجانب الاقتصادي كان حاضرا بقوة خلال هذه الزيارة وأسفرت عن نتائج هائلة، كم ضخم من الاتفاقيات الإنجازات التي تحققت خلال هذه الزيارة الناجحة التي قدر لها نجاح منذ الوهلة الأولى لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي. هناك مباحثات جرت بينه وبين الرئيس الصيني، مباحثات جرت بينه وبين رئيس الوزراء الصيني، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من رؤساء كبريات الشركات وأيضا الشركات العاملة في مصر والتي لها استثمارات في مصر. الاستثمارات في الحقيقة الصينية في مصر بتعد يمكن ثالث دولة شريك اقتصادي أو لها استثمارات هنا في مصر. الاستثمارات تقدر بخمسة مليار دولار. استثمارات ضخمة، صانع واستثمارات ومستثمرين. المستثمرين والاستثمارات. لكن هناك رغبة مشتركة من الصين ومصر لزيارة هذه الاستثمارات. والرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض أمامهم الفرص الاستثمارية الواعدة، ما تحقق من إنجازات اقتصادية وقرارات اقتصادية ومسألة مسيرة الإصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار الجديد اللي بيتيح يعني جذب للمستثمرين وتيسير لأداء عمل المستثمرين بكل سهولة ويسر، والمشروعات الاستثمارية الواعدة لا سيما في محور
في تنمية قناة السويس ومحور قناة السويس، المشروعات اللوجستية والمشروعات الصناعية، وبالفعل في منطقة صناعية هناك للصين. فأعلن أيضا الرئيس مصر بترحب بزيادة الاستثمارات في هذا المجال من جانب الصين. مصر أيضا بترحب بالشركات العاملة واللي بتستثمر بالفعل أنها تزود هذه الاستثمارات. المشروعات طبعا مشروعات عملاقة زي حضرتك ما عارفة، الصين بتشارك معنا في مشروعات كثيرة جدا. تم التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات بما قيمته 18.8 مليار دولار، مشروعات تنموية تقام على أرض مصر بخبرة صينية. تم التوقيع على اتفاقيات بهذا الشأن، من أبرزها مشروع للفحم، هيكون لاستخراج الطاقة الكهربائية من الفحم في منطقة الحمروين بالطاقة النظيفة، وده أكبر مشروع يمكن على مستوى العالم بهذا الشأن. تمام. فبقول إن في استثمارات قادمة كثيرة من الصين في نقل الخبرة التكنولوجية والخبرة الصناعية، إنشاء مصانع، أهم حاجة مشروع الحزام والطريق وربط مصر بهذا المشروع. ومصر الصين بتنظر إلى مصر لأنها شريك أساسي وبالغ الأهمية في هذا المشروع. مش قادر أقول لحضرتك كم الثناء على مشروع قناة السويس الجديدة وما لها من أهمية، ومحور قناة السويس وتنمية قناة السويس بيعلقوا عليه أمال كبيرة جدا، لأن طريق الحرير هذا الطريق تقوم فكرته على أن المنتجات الصينية تصل إلى مصر عبر قناة السويس وتنطلق منها إلى سائر ربوع أفريقيا. لكن مصر أيضا بتتيح لهم الفرصة لإقامة مشروعات صناعية هنا في محور قناة السويس، بحيث تستطيع عائد هذه الصناعات أن يتم تصديره عبر مصر إلى أفريقيا وإلى سائر الدول الأفريقية. كويس قوي. هنا في الحقيقة حضرني كذا نقطة وحضرتك بتتكلم. فضلي فضلي. من أهم التجارب في الصين غير المشروعات الضخمة والاستثمارات، المشروعات الصغيرة اللي يعني يمكن بتساهم بشكل كبير جدا في النمو الاقتصادي. فهل إحنا عندنا يعني الاستعداد على مثلا استعداد تعليمي واستعداد ثقافي ان احنا ننهض بالصناعات الصغيرة، خصوصا ان احنا عندنا كل الخامات وعندنا العنصر البشري، بس ينقصنا ان احنا نربط الحاجات دي ببعض. يعني ايه؟ يعني ينقصني ان انا افهم الشباب هنا اللي موجودين في المدارس الفنية ان الموضوع ده مش هزار، ان الموضوع ده جد جدا، فانا اهتم بتطوير المدارس الفنية وبعد كده اعرفهم موارد بلدهم، وبعد كده كل واحد محافظة لها مواردها لوحدها، وكل محافظة لها ما يميزها من صناعات وحتى لو صناعات يدوية وأيضا مواد خام، ودي نقاط مهمة جدا. هل أنا مستعدة لده دلوقتي ومتطلب إيه بالضبط عشان أحققه؟ شوفي حضرتك، هو مشروع الصناعات الصغيرة والمتوسطة مشروع بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، وهذا المشروع ضمن البنود الرئيسية التي يتم بحثها في العديد من زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول العالم، والتي كان من بينها أيضا الصين سواء في هذه الزيارة أو في غيرها من الزيارات السابقة. تمام. إن مصر تستفيد من خبرات هذه الدول. في كتير من الدول ومنها الصين والهند وأندونيسيا وغيرها كانت ظروفها زي ظروف مصر، وقامت على الصناعات، لكنها استطاعت أن تقوم على الصناعات الصغيرة المتوسطة وأن تنهض نهضة كبيرة. في الحقيقة هنا طبعا في اهتمام كبير جدا من جانب وزارة التربية والتعليم، وهناك أيضا اهتمام كبير من جانب وزارة التعليم العالي. وأنا يمكن كنت مع السيد الوزير قريبا، وزير التعليم العالي، وكنت في حوار معاه لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال لي إن في 8 كليات تكنولوجية، مش بتدي بقى بكالوريوس هندسة، بتطلع فني على مستوى رفيع جدا، هو ده اللي احنا محتاجينه، تقني اللي مصر في مسيس الحاجة إليه. بالزبط. لكن أنا شايف إن الدولة بالفعل متجهة إلى هذا الأمر، لأن سوق العمل في مصر لم يعد بحاجة إلى خريج الجامعات على هذا النحو الكثيف جدا. يمكن ما فيش دولة في العالم بتطلع خريج جامعات على هذا النحو أبدا، وسوق العمل ليس بحاجة إلى موظفين إداريين أو حاجات زي كده، بالعكس الدولة في حاجة ماسة إلى تصنيع وإلى صناعة، بحيث نقدر نكفي السوق المحلي ونحد من الاستيراد ونزيد
من معدلات التصدير. فإذا المسألة زي ما حضرتك أشارتي محتاجة إلى الاهتمام بالصناعات الصغيرة المتوسطة. الصين بالفعل بتقدم خبرتها في ضوء طلب مصر بهذا الشأن إن هي تقدم لنا وتوعية الناس. إحنا عندنا مواد تدريب. خام وتدريب ومحتاجين تغيير ثقافة إن التعليم الفني مهم. التعليم الفني قائد في الـ في الـ يعني في الثورات الصناعية. يعني ألمانيا يا فندم، يعني مش هروح في أي حتة تانية، أنا بتكلم مثلا على ألمانيا كدولة عظمى ودولة صناعية أيما كلها على التعليم ده. كل الدول المتقدمة، وأنا لي الشرف إن زرت 48 دولة حول العالم، فكل الدول المتقدمة قائمة على الصناعة بالظبط. يعني كل الدول المتقدمة بها كم كبير جدا من أبنائها يعملون في مجالات التصنيع، مش موظفين حكومة وقطاع عام، لا مش موظفين إداريين، هو ده اللي احنا محتاجين دلوقتي. وتصنيع بشكل كبير جدا، العمالة الإدارية محدودة جدا، ولكن الغالبية العظمى الشعب كله بينتج، وده بيزيد الدخل من شأن زيارة الدخل القومي، زيارة معدلات التصدير، الحد من الاستيراد. لكن زي حضرتك ما أشارتي المسألة مطلوب أن تقوم على أساس علمي، لابد من الحد وتغيير من ثقافة. الحد من القبول بالمدارس الثانوية العامة، تحويل أنا بقترح خلال فترة وجيزة تحويل 50% من مدارس الثانوية العام إلى مدارس ثانوية صناعية تقنية رفيعة المستوى، تؤهل الخريج للعمل في السوق المحلي وفي السوق العربي، وأيضا ممكن أنه يروح أوروبا يشتغل أو كذا لما يكون لديه مؤهل علمي ودارس على أساس علمي بالضبط، صناعة أو حرفة تقنية أو تكنولوجية تقدر تخليها الثواب. يكفي حضرتك أن وزير التعليم قال لي أن إحدى الكليات ولا داعي لذكرها، إحدى الكليات في جامعة القاهرة فيها 70,000 طالب في سنوات الدراسة الأربعة. هل سوق العمل في كلية واحدة هيستوعب 70,000 طالب من كلية نظرية خارجية خلال أربع سنوات؟ لا طبعا، غير نظرائها في 25-30 كلية بالزبط. في مختلف المحافظات. لا أنا بقول طبعا لا. مش منطقي. يعني إذا ليس من الحكمة وليس من العقل أن احنا نخرج أبنائنا ويقعدوا في البيت بالزبط. لكن الخطأ من البداية أن أنت بتوجهه إلى مجال ملوش فرص عمل، وبتقنعه أن المجال العمل ده أفضل وأن بالزبط. الثاني أقل منك، ودي عقلية الحقيقة. لابد من يعني تغيير هذا النمط بالزبط. وتغيير هذا المفهوم، لأن أنت لازم تفرق. بس العقدة جاية من إيه؟ أن الناس مش قادرة، يعني في مخيلتها أو في وجدان اللاشعور لديها، أن أنا لو وديت ابني يدرس ميكانيكا لمدة 5 سنوات أو يدرس نجارة أو يدرس أي علم تكنولوجي لمدة 5 سنوات بعد الشهادة الإعدادية، في مخيلته هنا بقى أن ده هيبقى زيه زي عامل الطراحيل اللي قاعد على الرصيف بيدور على العمل. لا، ده عامل تقني معاه مؤهل علمي دارس على أساس محترم، بيقدر يشتغل بشكل كويس جدا ويجيب دخل كويس جدا وينظر للمجتمع باحترام وتقدير كبير جدا، لأنه فني تقني لدي يعني علم. إحنا من صنعنا في السنة اللي فات هذه الأسطورة الخاطئة، يعني الكلام ده إحنا اللي صنعناه، إحنا اللي رسخنا في نفسنا وفي الجيل اللي ورانا إن يعني الأفكار السيئة السلبية دي اللي أدت إلى البطالة. ما أنا عايز أعرف أنا البطالة وصلت عندي ليه لحد الناس برضو يا فندم لازم أنا تنسى عندي كل حاجة فندم. ليه عندي بطالة؟ الناس لازم تنسى حاجة هي متوهمة أنها موجودة، مسألة اللي هي تعيين الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة. دي مسألة انتهت منذ عام 1984، كانت آخر دفعة تعينت. ومن هنا بيأتي الناس مصممة يقول لك أنا هدخل ابني الجامعة هيخرج هيشتغل موظف حكومة. فالناس مقبلة بشكل كبير جدا إنها تدخل، حتى اللي عايز يدخل أولاده جامعة يدور على كلية أو على معهد أو على كذا يمكن أن يكون له احتياج في سوق العمل. لكن الناس بتدخل ولادها كليات بها وفرة كبيرة جدا في سوق العمل، فبيخرج ومتواهم انه هو بيدخله جامعة انه هيخرج تاني يوم هيلاقي تعيين في الحكومة وبعدين في الجهاز الإداري. الجهاز الإداري لم يعد يستوعب احد وليس بحاجة بالزبط. الى احد. لكن انا بقول زي ما حضرتك ما اشرتي سوق العمل سواء في مصر او في الدول العربية محتاج بالفعل الى عمالة فنية. تمام. فعلينا ان نتوجه الى العمالة الفنية. طيب، يعني تغيير الثقافة مش هيجي في يوم وليلة، بس هو دورنا بس كلنا. نبدأ وننطلق. بالضبط، نبدأ بالضبط.
طيب أنا مش هفصل في سياق أيضا زيارة الصين أستاذ علي، مش هفصل الشق الاقتصادي عن شق مكافحة الإرهاب. أنا بعمل اقتصاد قوي، ده ذراع من أذرع مكافحة الإرهاب. على قد ما الصين وغيرها من الدول مقدرة ومدركة تماما لأهمية الإصلاح الاقتصادي في مصر وأهمية مصر في إطار مكافحة الإرهاب، على قد ما في ناس بتبقى برضو متربصة بده، هيحاولوا ان هم يعني يصدروا شائعات او يعملوا اي تصرف ان هو محاولات طبعا فاشلة للإطاحة بهذا او بهذا الفكر الاقتصادي، بالإضافة الى بعض ايضا المحاولات داخليا لتصدير فكرة ان مصر لا احنا لسه عندنا ارهاب ولسه كذا، وده طبعا غير صحيح. يعني مسؤولية كبيرة جدا ان احنا نعمل اصلاح اقتصادي و في نفس الوقت بنحارب على الجانب الآخر الإرهاب بشكل صريح. شوفي حضرتك، قبل السفر إلى الصين في الحقيقة أنا أجريت حوار مع سفير الصين في القاهرة. قال لي إحنا حريصين جدا على زيادة استثماراتنا بقوة في مصر لما تتمتع به مصر من استقرار أمني، وفي ضوء نجاح مصر في مواجهة ومكافحة الإرهاب، وبالفعل أصبحت مصر بلدا آمنا مستقرا. هذا الكلام بل يزيد عليه، أصغيت إليه جيدا في حديث الرئيس الصيني خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال له إحنا بنقدر ونسمن عاليا دور مصر في مواجهة الإرهاب والتطرف سواء على المستوى المحلي أو في تعاونها مع الدول الأخرى، وده دور كلنا بنلمسه، وأشاد بالاستقرار الكبير الذي حققته مصر في هذا المجال. ولماذا يا فندم؟ احنا طبعا لابد ان نذكر بكل الاحترام والتقدير دور قواتنا المسلحه، ابطال القوات المسلحه وابطال الشرطه في مواجهه ذلك الارهاب. صحيح. وسقط منهم شهداء من خيره ابناء مصر من اجل ان ننعم جميعا بالامن والسلام والاستقرار. وبالفعل انا بقول مصر قضت على الارهاب بصوره كبيره جدا للغايه، لكن بدون شك لا توجد دوله من دول العالم، قريبش عن مصر، لا توجد دولة من دول العالم تخلو من وجود حادث فردي من هنا أو من هناك. يعني أنا لما بقعد النهاردة حضرتك تابعي أخبار أوروبا، شوف الولايات المتحدة الأمريكية، شوف فرنسا، شوف ألمانيا، كل فترة كده ممكن تتعرض لأي حادث فردي، أي حادث، أي تصرف من أي شخص طائش، ده شيء طبيعي جدا. بس تغطية الفيسبوك والإعلام بتكون مسؤولة. يمكن أنا هنا عشان أواجه نفسي برضو بالحقيقة، عندي بعض الجهات بتغطي او بتقول بتعمل يعني بتحاول تعمل سبق معين عن يعني على حساب ان ممكن يكون ده منافي للواقع او للحقيقه، لمجرد السبق ولمجرد ان انا شاطر وجدع وبحط اخبار عشوائيه. ده شاطر وجدع فن، هو مغرض او مغرض، هو مغرض، هو عايز يقول صوره غير حقيقيه بالزبط عن واقع تصرفات غير مسؤوله. لا، والناس اللي المواطنين يا فندم بيتداولوا الخبر، ما دي برضه تصرف مش مسؤول. برضه لازم نقول للناس ان مواقع التواصل الاجتماعي ليست اعلاما، لان من شروط الاعلام المعلومه الصحيحه والمعلومه الصادقه. لكن انا بقول كل الجهات النهارده بتتعامل مع هذه الامور وبتاخذها ماخذ الجد. لما الشائعات أو الأكاذيب بتزيد حدتها بيتم الرد على هذا الأمر وتوضيحه، لكن العالم كله يلمس، وإحنا كمواطنين على أرض مصر، رجل الشارع المصري يدرك بالفعل قد إيه بلده الآن بتنعم بالأمن والاستقرار. وهذا الأمر لعب دورا كبيرا في جذب استثمارات، وأنا بقول لكم لا، وأكثر من ذلك الاستثمارات قادمة قادمة إلى مصر، ومصر مستقرة، مصر مقبرة للإرهابيين. الإرهاب لا يستطيع أن يهزم شعب مصر العظيم أبدا ولا يحلم بذلك. لا، إحنا اللي قضينا على الإرهاب وإحنا اللي هزمنا الإرهاب، لأن إحنا متماسكين. قائد مصر، جيش مصر، شرطة مصر، شعب مصر، نحن جميعا على قلب رجل واحد. شعب مصر شعب كمان واحد موحد، لا يقبل أي فتنة داخلية ولا يقبل تفرقة ولا يقبل أي تجزئة. وأيضا اللي هو السياج القوي اللي بيحمينا كلنا. احنا قضينا بصراحة، احنا قضينا على الارهاب بصورة كبيرة جدا. كل التحية والاحترام والإجلال والتقدير للقوات المسلحة والشرطة، واحنا كلنا جنود في هذه المعركة في مواجهة الارهاب. لكن بقول للمواطنين بهذا الشأن ايضا، لا تصدقوا الشائعات التي تقال بين الحين والآخر عن وطنكم وعن كل الإنجازات التي تتحقق على أرض مصر، حتى ان اعداء مصر هم ساعدونا في ان احنا نقضي على الشائعات اللي بيروجوها من خلال افراطهم فيها. يعني زي ما تقول حضرتك ايه، اوفر بلاينج، عارفه الحديث اللي يقول يظل الرجل يكذب ويكذب حتى يقدر عند الله كذابه. اهو يقول لك ده فلان ده كذاب لانه عمال كل يوم يكذب، فيعني خلاص. صحيح. يعني حتى وسائل الاعلام
ناس كتير جدا مش اتفرج عليها بتاعت اللي هي المغرضه اللي ضد مصر اللي هم اعداء مصر، لكن بيتفرج عليها بيقول انا عايز اشوف الكذابين دول بيقولوا ايه. المبالغات، انا عايز الناس اللي يعني الدهر. في ناس اصبحت تاخدها لمأخذ الضحك، حد عايز يتفرج على مسرحيه هزليه فيقول لك انا بتفرج على الكذابين دول هيقولوا ايه على الانجازات الضخمه والعظيمه ان المواطن بيشوفها النهارده. هم قاعدين بره وعمال يقولوا بيحصل في مصر كذا وكذا، طب ما انا قاعد اهو في البلد وما بيحصلش. كل دي يعني كل دي اكاذيب، ودول اعداء مصر، ودول عايزين يشوهوا كل انجاز على ارضنا. تمام. عشان هم اصلا بيحبذوا الارهاب، بيحبذوا العنف، بيعملوا لصالح جهات معاديه لمصر. ما فندم يحبذ ولا دولت، بقول لهم دولت عارفين مين دول؟ مين دولت اللي حرقوا ليبيا وحرقوا سوريا وعملوا فتنه في العراق وعملوا اليمن وعملوا دولت اللي عملوا كل هذه الفتن والقلاقل الداخليه، دول فشلوا في مصر تماما بسبب وحدتنا جميعا، فما قدامهمش غير الشائعات اللي بيدلزين علينا بيها في الفتره الاخيره. لكن احنا برضو المواطن المصري بفطرته بيحب مصر. بالظبط. فبالتالي وحدتنا وتضامننا وعشقنا لبلدنا واستعدادنا جميعا ان نضحي بكل ما نملك من اجل ان تكون مصر سالمه مطمئنه، مش انا وحضرتك وكلنا ابناء مصر المخلصين، جيشنا وشرطتنا اساتذتنا اللي علمونا، اسر الشهداء اللي ادونا دروس في الوطنيه اللي قبل الانتخابات الرئاسيه قالوا من اجل شهداء مصر انزلوا فانزلنا، اللي هم بيقولوا ما تصدقوش الكذابين اللي عايزين يحرقوا مصر. يعني شفت حضرتك طبعا وسمعتي وكلنا حضرنا اسر شهدائنا العظام اللي بيعودوا، نقف امامهم جميعا وتنحني رؤوسنا بالزبط. لهم نصغي اليهم بدون دروس في الوطنيه وفي عشق تراب هذا الوطن. بقول لشعبنا العظيم صحيح. ما تصدقوش اللي بيكتبوا الشائعات، بلدكم ماشيه صح. لو احنا كمان هنتعافى اقتصادنا هيتعافى بشكل اقوى بشكل اكبر في الحقيقه، في ضوء اللي انا شايفه من خلال زيارات السيد الرئيس ومن خلال كل ما يقوم به من جهد ومعاه الساده الوزراء كله في مجال تخصصه. انا بقول الاقتصاد المصري بيتعافى، المشروعات كبيره جدا قادمه، الاستثمارات قادمه الى مصر، في اكتشافات بتروليه، في مشروعات عملاقه، في قناه السويس كل يوم بنسمع عن زياده في دخل مصر من قناه السويس، بنسمع اكتشافات بتروليه، بنشوف استثمارات جديده، بنشوف استصلاح 2.5 مليون فدان، شفنا مشروعات اسكان على نحو غير مسبوق كبيره جدا في عدد كبير من المحافظات، شفنا مشروعات تنميه في مختلف انحاء مصر، لم تعد التنميه قاصره على القاهره الكبرى بالظبط، لم تعد المصانع قاصره، لم تعد الطرق قاصره على هيا فندم. ولذلك حضرتك لما بتتابع المشروعات حتى للسيد الرئيس بيفتتحها حتى بنكون في مكان، لكن حضرتك بتشوفي ان بيتفتح بالفيديو كونفرنس مشروعات وطرق وانجازات واسكان فين؟ في مختلف انحاء مصر. صحيح. في مختلف يعني ربوع مصر. طبعا. وفي مقدمتها شمال سيناء. شمال سيناء النهارده اللي فيها مشروعات تنميه، انا كمواطن مصر رحت ومشيت في شمال سيناء سالم امن مطمئن، المراسلين الاجانب مشوا في شوارع شمال سيناء، وانا مشيت وزملائي مشوا ومشينا وبقينا فخورين جدا، شفت مشروعات اسكان، شفت مشروعات تنميه، شفت وفره اكتر من القاهره وارخص من القاهره ومن اللي في المواد الغذائيه في شمال سيناء. نعيش هناك يا فندم، نروح نعيش، يا ريت بلدنا كلها بلدنا ونروح ونزور ونسعد ونعيش وسط اهالينا كلنا، مصر كلها سالمه امنه مطمئنه باذن الله ما دام فيها قائد عظيم وجيش عظيم وشرطة عظيمة وشعب واحد متماسك. طيب خلينا ننتقل سريعا بقى لزيارة أوزبكستان قبل ما انتقل مع سيادتك للنقطة الثانية. ولا كنا ما اتكلمناش عن التعاون الإفريقي ولا يعني عدينا عليك يعني الكرام برضو. بس هنحلل طيب. بس أوزبكستان وزيارة مميزة جدا تم تطرق فيها أيضا لنقطة مكافحة الإرهاب، وتم التعليق عليها بأشكال عديدة جدا كدولة إسلامية وكذا. فخلينا يعني حضرتك رؤيتك للزياره لهذه الزياره، زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لاوزباكستان. هي طبعا اوزباكستان دوله من الدول الاسلاميه التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي. أيوة. ومصر في مقدمه الدول التي اعترفت بها واقامت هي على الفور في مقدمه السفارات التي اقامتها، اقامت لها سفاره في مصر. رئيس أوزبكستان زار مصر مرتين، إحدى هذه الزيارات سنة 92 والثانية 2007، لكن دي أول زيارة لرئيس مصري بعد زيارة لرئيس عبد الناصر قديمة جدا. فالرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل بعد حفظ كل هذا بعد كل هذا الفترة الطويلة جدا، بعد مرور قرابة 25 سنة على الاعتراف مصر بأوزبكستان كدولة ترحيب كبير جدا بالرئيس عبد الفتاح السيسي في الحقيقه في اوزبكستان. طبعا رئيس اوزبكستان استقبل وشعب اوزبكستان، وحصلت حدثت حفاوه كبيره جدا لان في علاقات
لها علاقات وطيده وعلاقات تاريخيه بتربطهم بمصر، وايضا ارتباطهم الوثيق بالازهر. هم اشادوا اشاده كبيره جدا، والرئيس اوزبكستان بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدور مصر في مواجهه التطرف وفي مواجهه الارهاب بالزبط. وقالوا ان هم عايزين برضه يستفيدوا بخبره الدين. مصر في تحديث الخطاب الديني، تطوير الخطاب الديني ومواجهه الارهاب ومواجهه التطرف في ضوء حرص مصر. ايضا الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على حرص مصر على مواجهه التطرف في ايضا في 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 منطقه وسط اسيا ومواجهه الارهاب، وأكد الجانبين حرصهما على يعني تضامنهم مع حرصهم على سلامة أمن واستقرار أفغانستان، وتضامنهم مع شعب أفغانستان وعلى وحدة أراضيه وعلى سلامته وإدانة الإرهاب في المنطقة وضرورة مواجهة هذا الإرهاب وهذا العنف. أيضا الملف الاقتصادي، بقول زي ما بقول لحضرتك الملف الاقتصادي في اليد اليمنى للرئيس عبد الفتاح السيسي دوما في كل الزيارات. دولة من دول العالم في الحقيقة، عشان كده بقول للناس انتظروا عائد كبير جدا من كل هذه الزيارات، ومن بينها أيضا أوزبكستان، حيث تم بحث مسألة زيادة يعني زيادة التبادل التجاري في الحقيقة بين البلدين، قامت مشروعات مشتركة من بينها صناعات زي صناعة السيارات وغيرها. طيب. أيضا تدفق السائحين من أوزبكستان إلى مصر بصورة كبيرة، كذا شق اقتصادي. فعايز أقول أن في شق اقتصادي كبير جدا، زيادة الصادرات المصرية إلى هناك، وفي الحقيقة فرص واعدة كبيرة جدا الناس نفسهم قالوها لإمكانية، ومصر الجانب المصري عرضهم رحبوا جدا بيها. الصادرات المصرية في مجالات الأدوية، في مجالات الرخام، تصدير الرخام، تصدير السجاد، منتجات كثيرة ومتعددة من المنتجات المصرية يمكن تصديرها إلى هناك، والمنتجات الطبية والأجهزة الطبية والمعدات الطبية عندهم هناك بسعر أعلى، إحنا عندنا بسعر أوفر. بالزبط. منتجات البلاستيك، كل هذه الأمور موجودة عندنا وحنقدر نحن نصدرها بكم كبير، وأيضا إقامة صناعات مشتركة بين الجانبين. طيب سريعا أستاذ علي، قبل برضو يعني عندي نقطتين بس عايزين ننتقل سريعا لنقطة التعاون الإفريقي، وحضرتك برضو كان عندك تعقيب معين على التعاون المصري الإفريقي كمان بعد إهمال العلاقات مع إفريقيا لسنوات عديدة في العصور البائدة. هو الصين حينما أرادت أن تقيم علاقات قوية مع الأقطار الإفريقية وعشان تنشط موضوع طريق الحرير، فكان نصب عينيها مصر، لأنها تعلم الدور المصري الكبير في أفريقيا. وأنا بقول أن الدور المصري في أفريقيا عاد بقوة من 2014 صحيح. بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديرا من هؤلاء لدور مصر ورئيسها، فمصر هي رئيس الدورة القادمة للاتحاد الإفريقي من اعتبارا من يناير 2019. ومن هنا كان الحرص الصيني الكبير على الدور المصري في أن تشهد علاقات التعاون الصينية الإفريقية دفعة قوية وكبيرة خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. وبالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أكد أيضا على حرص مصر على دعم هذا التعاون وعلى دعم مشروعات التنمية المستدامة في إفريقيا، وتحديث التحديث الذي ينبغي أن يشمل دول القارة الإفريقية، وأهمية التعاون البيني بين الدول الإفريقية بعضها بعضا، وتحرير التجارة فيما بينها، وإعطاء أولويات في عمليات التبادل التجاري، وحرص مصر أيضا على تقديم التعاون الفني مع سائر الأقطار الإفريقية. تمام. والحرص أيضا على مواجهة الإرهاب والتطرف والعمل على الاستقرار بين دول القارة الإفريقية والتعاون فيما بينها، وترحيب كبير أيضا من جانب مصر للتعاون الصيني الإفريقي. طيب النقطة وطبعا قناة السويس وطريق الحرير يعني اتكلمنا فيه. طيب في نقطة تانية يا فندم بقى عايزين نتكلم فيها في نهاية حديثنا، الدور أو تنامي البعد الاجتماعي والإنساني لوزارة الداخلية. خلينا نقول أن شرطة مصر مش بس حماية، شرطة مصر
هي من داخل كل بيت يعني. صحيح. بالضبط. محتكة بشكل كبير جدا بالمواطن, في تعامل وتعاون بشكل يعني يومي, ما كانش يعني طول على مدار اليوم مع المواطن. الحقيقة مؤخرا بقى في تقديم مساعدات اجتماعية وتكافل اجتماعي وإنساني ما بين الشرطة والشعب. أنا ما بحبش أقول عامة الكلمة دي, بس هي يعني حاجة واحدة, بس هي يعني هذا هو المصطلح المتعارف عليه. مش حاجتين, إحنا حاجة واحدة. فتنامي هذا الدور أيضا في ظل صعوبة المهام اللي بيقوموا بيها. وبعض أيضا الخبراء قالوا حتى أن عددهم كمان قليل على أن هم يقوموا بكل هذا الدور, ومع ذلك قايمين بدور اجتماعي وإنساني مهم جدا, والحقيقة مشرق جدا لتطوير دايما مهام الداخلية. فمثلا يا فندم, هم يعني أزمة ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية والشنط والحكاية دي كل الناس عانت منها, والحقيقة وفروها من خلال معرض, ويمكن احنا اتكلمنا عنه. المواطنين كانوا خارجين من المعرض, واحنا يمكن يا جماعة شفناهم امبارح قد ايه كانوا اشادوا بان الاسعار ربع تمن اللي بره. فده دور من الادوار المحترمة جدا اللي احنا لازم نتكلم عنها ونشيد بها لوزارة الداخلية. كيف يعني تقرأ هذا؟ هو وزارة الداخلية ليها دور كبير جدا في الحفاظ على الأمن الداخلي للمواطنين, طبعا إلى جانب الدور العظيم أيضا لقواتنا المسلحة. لكن بقول إن وزارة الداخلية بيقوموا بدور كبير جدا في تحقيق الأمن للمواطنين, لكن في ذات الوقت أيضا قاموا بدور كبير جدا في مشروعات اجتماعية ومشروعات إنسانية زي حضرتك ما قلتي. يمكن في العيد شفنا منافذ أيضا, منافذ بيع للسلع والمنتجات بأسعار تتناسب مع المواطنين. وشفت أيضا في الحقيقة المعرض بتاع السلع المدرسية ده ليه دوي كبير جدا, لأنه نجاح كبير جدا. حتى امبارح ناس كانت بتكلمنا تقول لنا الأماكن فين وفي كذا ولا كذا, وفي إقبال, ولقيت تعليق من أبناء مصر المخلصين بقى على الفيسبوك, مش الجماعة بتوع الإرهاب والإرهابيين والإخوان ومرسي العياط أبدا. إحنا أبناء مصر المخلصين بالفعل بار راح وشافوا إن قد إيه فعلا كل أسرة وكل بيت النهاردة عنده ابن أو عنده حفيد أو عنده أخ أصغر أو عنده كذا داخل المدرسة وعايز يروح يجيب المستلزمات المدرسية في 90% من بيوت مصر ما لم تكن 100%. لا, والناس ما عندهاش بقى طفل واحد, ده في أسر فيها طفلين وثلاثة وأربعة عايزين عدد معين. وزارة الداخلية بتقدم لنا هذه الخدمات, ده شيء جميل جدا وشيء عظيم جدا, وبيؤكد يعني قد إيه حرصهم على الأسر وعلى الظروف الاجتماعية, وإن يقفوا جنب الناس بشكل جميل جدا وبشكل محترم. ده بيزيد المزيد من الحب اللي موجود فعلا والتلاحم. والاحترام المتبادل والتلاحم ما بين الشعب والشرطة, لأن كلنا أسرة واحدة وعائلة واحدة. وطبعا كان في محاولات سابقة إجرامية للوقيعة, شفنا العمل الإجرامي الذي لا ينسى, اقتحامهم لجهاز أمن الدولة, جهاز وطني بيقوم بدور وطني في حماية أمن وسلامة المجتمع, تقوم رموز جماعة الإخوان الأربعة عشان تقتحم هذا المبنى عشان يدخلوا عناصر الإرهاب إلى مصر. لكن لا, نجح أبطال جهاز الشرطة في استعادة عافيتهم وفي السيطرة الكاملة وفي تحقيق الأمن الكامل في ربع مصر في وقت قياس. نظر العالم كله بيشيد بالاستقرار الأمني الداخلي في مصر. تمام. وطبعا الناس كان لهم دور كبير جدا في هذا الشأن, وعاد الشرطة المصرية بكافة أجهزتها قوية تحمي المواطن المصري وتحمي أمن مصر وسلامة مصر. طيب, هم كمان علشان ما ينفعش ان احنا نبخس حقهم بعد يعني كل هذا التعاون مع المواطن المصري, والتعاون قبل كل شيء لان هم عندهم عقيدة كما عقيدة القوات المسلحة خدمة البلد, احنا يعني احنا بتوع مصر ومصر بتاعتنا ملناش غيرها. فكمان يا فندم, هم عملوا الكشف على المرضى غير القادرين بمستشفيات الشرطة, وأيضا كان في إطار القضاء على قوائم الانتظار اللي يعني شدد عليها في كذا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي. فهم فتحوا أبواب مستشفيات الشرطة للقضاء أيضا على قوائم الانتظار, ودي برضو لفتة يعني إنسانية. لفتة إنسانية, بس هي مش غريبة, لأن إذا كان الناس ضحوا بأغلى ما يملكون وهي أرواح أبنائهم اللي استشهدوا عشاننا,
فمن الطبيعي القيام بهذا الدور الجميل ان هم يساهموا بتوجيه في تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضاء على قوائم الانتظار. وبالفعل تم القضاء على جزء كبير من قوائم الانتظار بيكمل الباقي. يعني نتمنى ان نوصل لليوم اللي نلاقي فيه قوائم الانتظار زيرو. يعني حضرتك مثلا لما كنت تروحي مثلا مركز معهد القلب من 10 سنين تجد مواطن في حاجه ماسه الى عمليه قلب مفتوح وداخل تعبان جدا له قوي عينيا، والحقيقه والدي تجيلي بعد سنه ونص اعمل لك العمليه. طب هل هو حالته تحتمل السنه ونص ولا يوم او تحت مش ولا تحتملش يوم واحد؟ يعني انا بقصد لو كانوا المواطنين انتظروا هذه الفتره يا ترى بعد سنه ونص هيكون لسه هيكون في كم واحد منهم؟ صحيح. يعني فانا بقول ان دور الشرطه ده الدور الطبيعي ليهم، والناس بالفعل منحازين للوطن ومنحازين منحازين للوطن والمواطنين، وكل يوم بنشوف فكره جديده وهم جميعا يؤدون عملهم بكل قطاعات وافرع جهاز الشرطة، وإحنا معاهم في خندق واحد ومع قواتنا المسلحة في خندق واحد ومع رئيسنا وكلنا صحيح. أسرة واحدة ويد واحدة، وزي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي طول ما احنا كده يعني إيد واحدة مش هقدر من معنا أي حاجة، وفعلا وحدتنا وتضامننا هي السياج اللي بيحمينا في المقام الأول من كل المؤامرات التي تحال ضدنا. والله يا أستاذ علي إذا يعني تعليق أخير على كلام سيادتك، أنا دلوقتي وأنا بتكلم في النقطة دي افتكرنا ويمكن مشاهدي نهاية الأسبوع تابعوا معانا كذا لقاء لطبعا المجهودات اللي بيقوم بيها أفراد الشرطة وأبنائنا من القوات المسلحة وأخواتنا وأهلنا. حضر في ذهني دلوقتي كذا لقاء مع أمهات شهداء الشرطة اللي استضفناهم هنا في استوديو نهاية الأسبوع، قد إيه هم محتسبين، قد إيه حسينا فعلا زي ما حضرتك قلت بإن إحنا قليلين قوي، قدمت ضناها ولسه بتقول انا عندي ولاد تانيين وهقدمهم برضه. فانا ما اقدرش ان انا اغفل او انسى كلام هذه السيده اللي اثر فينا جدا، كانت بتقول الناس اللي بتكره البلد او يعني انا بستغرب على الناس اللي بتكره مصر او بتتربص بمصر او بتحاول ان هي توقع ما بين افراد الشعب او طوائف الشعب او ايا كان، واحنا يعني حاجه واحده طول الوقت، وحتى الناس اللي عندها افكار مختلفه برضو وقت الشده بنبقى حاجه واحده. كانت فعلا متالمه جدا من ده، يعني انا قدمت ابني وابني مقدم دمه هو واخواته واصحابه وناس كتيره جدا، ازاي يا جماعه حافظوا ارجوكم على ده، حافظوا بالشغل، حافظوا بالعمل، حافظوا بان انتوا يعني تقدروا على مواجهه الشائعات اللي حصل وتصدي المتآمرين على مصر. ففعلا واحنا بنتكلم على النقطه دي حاضر في ذهني كذا ام قلبها وجعها وكذا اب ظهره اتكسر لما ابنه راح دفاعا عن الوطن، راح بكرامة وبرجولة، وهي قالت كده يعني كذا أم من الأمهات قالت أنا ابني مات راجل. فيعني دي نماذج احنا لازم نتعلم منها، عظيمة جدا. وأنا بقول وزير التربية والتعليم اكتب لنا هذه النماذج، اكتب لنا هذه النماذج القدوة اكتب لنا دول قدوة لينا، شهدائنا العظام قدوة لينا، كل التحية والاحترام والتحية لهم طبعا يا فندم. يكفي والد شهيد وقف قال أنا عندي ولد واحد استشهد، أنا زعلان اللي كان يبقى عندي 10 يستشهدوا من أجل مصر. مش هتكلم بقى عن أمهات الشهداء قالوا إيه دي عايزة بقى 10 حلقات. العقيدة دي والكلام ده مش هتلاقوه غير هنا، مش هتلاقوه غير في مصر، القوة والمصابرة دي مش هتلاقوها غير في مصر. فألف تحية طبعا لأبنائنا وأخواتنا وأهلنا من وزارة الداخلية وأيضا من القوات المسلحة، ومهما قلنا مش هنقدر نوفيهم حقهم، قد إيه حافظوا علينا وحافظوا على كرامتنا وشرفنا وعرضنا عشان نبقى قاعدين دلوقتي قدام حضراتكم بهذا الشكل. قبل ما نختم هذا اللقاء اللي يعني سعدت بيه أستاذ علي، خليني أقول خبر عاجل. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد عدد من المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة، ويلتقي عددا من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة للمشروع. أيضا يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة تحلية المياه بهضبة الجلالة ومنطقة الألعاب المائية، وأيضا قريبة من الجلالة ومصانع الفوسفات. ده كان خبرنا العاجل اللي بنختم بيه فقرتنا الإخبارية هذا الصباح مشاهدي نهاية الأسبوع. وفي النهاية بتقدم بخالص الشكر والتحية لضيفي العزيز الأستاذ علي حسن الكاتب الصحفي ورئيس مجلس إدارة رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. شكرا لحضرتك. أهلا وسهلا في تحياتي مشاهدي نهاية الأسبوع، ابقوا معنا والمزيد من الفقرات.
ما فيش شك طبعا ان يعني احنا ملاحظين ان في نشاط مكثف وملحوظ جدا ودور بارز للنيابة الإدارية في قضايا الفساد. دائما بنسمع محاربة الفساد، ضبط واقعة فساد، مكافحة الفساد، ازاي بيتم ده؟ هل احنا كمواطنين كمان لنا دور في هذه المكافحة، مكافحة الفساد؟ مش عايزين نفصل ابدا مكافحة الفساد الإداري عن مكافحة الإرهاب أو مكافحة الفكر المتطرف أو مكافحة كل ما هو يعني ممكن أن هو يؤذي هذا الوطن. في حضور الحقيقة للنيابة الإدارية في العديد من الأزمات والعديد من القضايا اللي بتهم كل بيت في مصر، سواء قضايا اجتماعية زي مثلا ملف الإهمال الصحي، زواج القاصرات، حتى الإهمال في التعامل مع الآثار وغيرها من القضايا الأخرى، حريق المتحف، سكك الحديد، القمح، حاجات كتيرة جدا هنتعرف عليها مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو سيد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية. أهلا بيك يا فندم منور. أهلا بيك يا فندم. طيب خلينا نبدأ بس كده في الأول، يعني أهم وأبرز اختصاصات النيابة الإدارية، حضراتكم منوطين بإيه بالظبط؟ تمام، يعني اسمحي لي أخد من المقدمة المحترمة اللي حضرتك قلتيها وفكرة الأول الربط ما بين مكافحة الفساد ومكافحة الإرهاب. الحقيقة أن الاتنين بينهم رابط وثيق جدا جدا جدا، يعني يمكن لو رجعنا وقلنا أن مكافحة الفساد أحد العوامل الرئيسية اللي بتساهم في مكافحة الإرهاب ككل لسبب في غاية الأهمية. المواطن هنا لما بيتعامل مع الجهاز الإداري للدولة لو اصطدم بفساد من نوع ما قد يفقد الثقة في المنظومة اللي بتقدم له الخدمة أو المنظومة اللي بتجيب له حقه في الدولة، فيبتدي يدور على الطريق البديل. قد يتم استقطابه بمعرفة الجماعات المتطرفة أو الجماعات الإرهابية ويستغل حنقه أو غضبه من اللي حصل له نتيجة التعامل مع الدولة، ونتيجة أن ده يتم استقطابه وتحويله إلى الفكر المتطرف. وده حصل بالفعل، يعني كنا بنشوف بعض النماذج يعني بتبقى نتيجة خبرات سيئة حصلت له فبيبتدي يتجه إلى ده. طبعا ده مش مبرر، ولكن ده للأسف أحد العوامل اللي ممكن يتم استقطاب الناس بسببه. مش مبرر، هو بيتساب كده، ما هو بيتساب بيحصل له تراكمات. بالضبط بالضبط. لو جينا للنيابة الإدارية واختصاصها، النيابة الإدارية بتختص بالتحقيق مع كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمفهومهم اللي هم كل الجهات التابعة للحكومة والجهاز الإداري للدولة. يمكن ده مش يعني احنا لو جينا نتكلم هنقول ان الجهاز الإداري للدولة حوالي 6 مليون، مش ده الاختصاص، لان الاختصاص في الاخر ما فيش مواطن في مصر ما بيتعاملش مع الجهاز الإداري للدولة. فبالتالي بنلاقي ان النيابة الإدارية يمكن ما فيش اي مواطن مش ممكن يحتاج النيابة الإدارية لتقديم بلاغ ما إذا ما صادفه نوع من الفساد أو الإهمال في أحد المؤسسات الخاصة بالدولة. يعني وإن كان القانون بينيد بالنيابة الإدارية التحقيق مع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إلا أنه من ناحية أخرى بيضمن للمواطن المصري أن الدولة تقدم له الخدمة على وجه جيد، أو أن هو يتعامل مع الدولة وهي بتقدم له الخدمة على وجه جيد بدون فساد، بدون إهمال، بدون تراخي في أداء العمل. مش بس كده، هي بتبقى ضمانة للموظف نفسه أن إذا وجد فسادا في جهة عمله أو إذا وجد فسادا في المجال اللي هو بيشتغل فيه أن يقدم شكوى للنيابة الإدارية، باعتبار أنها جهة قضائية محايدة تتولى التحقيق بعيدا عن السلطة اللي موجودة داخل المكان اللي ممكن تكون متورطة بشكل أو بآخر في قضايا الفساد نفسها. كويس أوي. طيب خلينا نقول بقى ان يعني احنا يمكن اتكلمنا عن او يمكن حتى في بداية هذه الفقرة اتكلمنا هل احنا كمواطنين لينا دور في ده، بنتواصل ازاي مع النيابة الإدارية اذا مثلا حبينا نبلغ، حبينا نستفسر، حبينا نشارك في اي يعني نشارك في واقعة مثلا محاربة او اكتشاف واقعة فساد معينة، نتواصل ازاي؟ تمام، يعني خلينا نقول ان نقطة التواصل دي نقطة في غاية الأهمية، لان دي احد المعايير اللي بيتم بمقتضاها تحديد مدى كفاءة نظام العدالة والنظام القضائي نفسه، اللي هي القدرة على الولوج للنظام القضائي او accessibility، ان المواطن يقدر يتواصل مع الجهات المنوط بها مكافحة الفساد او يقدر يتواصل مع الأجهزة المنوط بها انفاذ القانون وتحقيق العدالة. يمكن مصر من 2005 من ايام ما وقعت وصدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكان في بعض الخطوات اللي في طريقها لمكافحة الفساد، ولكن تبلورت الإرادة السياسية الحقيقية بعد 2013، بقى عندنا هدف أساسي ورئيسي هو مكافحة الفساد، وفي سبيل ذلك تم تكثيف كل الجهود ودعم كل الجهات سواء الرقابية أو القضائية العاملة في مجال مكافحة الفساد. ترتب على كده إيه؟ إن حصل عندنا تطوير في منظومة تلقي البلاغات نفسها،
كنا بنقابل مشاكل من نوعيه ان المواطن ممكن ما يعرفش مقر النيابه فين، ممكن المواطن يحجم عن الابلاغ خشيه افتضاح يعني ان هو يتم التنكيل بيه مثلا، المشوار يبقى بعيد عليه خصوصا في الاماكن زي المحافظات بتاعه الصعيد او خلافه. فحصل تطوير ارتبط كمان بتطوير وميكنه العمل بالنيابه الاداريه نفسها. فبقى عندنا منظومه لتلقي الشكاوى عن بعد، يعني يقدر المواطن يتواصل مع النيابه الاداريه عن طريق الخط الساخن اللي هو 16117، ده بيشتغل من 8 الصبح ل 8 مساء. نقول بس معلش تاني 16117 ممكن نكتب يا جماعه لو سمحتوا على الشاشه 16117. اتفضل. ده بيعمل من 8 صباحا ل 8 مساء بشكل يومي، بيتلقى في الشكاوى الخاصه بالمواطنين وبيسجلها وبتحال الى نظام خاص بمنظومه وحده الشكاوى اللي ممكن نتكلم عنها بعد كده. كمان عندنا البريد الالكتروني لوحده الشكاوى المركزيه اللي هو كلمه شكوى بالانجليزي @ap.gov.eg. انا ممكن ابقى اديه الاعداد عند حضرتك عشان لو يعني يبقى يتحط على الشاشه. كمان عندنا احنا هننزل الكلام ده كله على صفحه نهايه الاسبوع ان شاء الله، يعني في خلال الفقره. اتفضل سيادتك. تمام. فبقى المواطن يا اما يروح النيابه بنفسه، يا اما يجي، يا اما يقدم شكواه عن طريق الخط الساخن، يا اما يبعتها عن طريق البريد الالكتروني. بنقبل الشكاوى حتى ولو كانت لا تفصح عن شخصية مقدمها، يعني لو افترضنا ان زي ما قلنا كانت احد العيوب ان المواطن اللي بيقدم الشكوى خايف من تنكيل الجهة اللي فيها فساد، فبنقبل الشكوى ولكن بيتم فحصها عشان نتاكد انها مش شكوى كيديه، عشان نتاكد ان الشكوى ليها اسس او جذور على الارض. احيانا يتم طلب تحريات من الجهات الرقابيه عشان تدينا الافاده اما اذا كانت الشكوى تحتمل الصحه او لا، ثم تحل التحقيق. فكده تغلبنا على المواطن على فكره ان هو يقدر يصل الى النظام القضائي وهو قاعد في البيت، او كمان يحجب شخصيته اذا خاف على نفسه البطش من الجهه الاداريه نفسها. معظم المبلغين بيبقوا كده. طيب دلوقتي سيادتك بتجيلك الشكوى، متتحققوا منها طبعا اذا كانت الشكوى شكوى يعني صحيحه ولا فيها شيء من يعني من الجديه ولا لا. بعد كده بيتم ضبط الواقعه والتحقيق. العمليه دي كلها بتاخد وقت قد ايه؟ تمام. ده سؤال مهم جدا لان برضو هنتكلم في قصه العداله الناجزه. الحقيقه دايما التحقيقات القضائيه بيصارعها عاملين عكس بعض. عامل سرعه التحقيقات لان ده جزء مهم جدا لتحقيق العداله، لان العداله البطيئه هي نوع من انواع الظلم طبعا. وعامل اخر هو الوصول للعداله بالفعل، يعني لازم ما فيش حاجه فيهم تطغى على الاخرى، فانا محتاج اصل للعداله بسرعه ولكن لازم اصل للعداله، ما يجيش ده على حساب ده ولا ده على حساب ده. فالميعاد بيختلف حسب طبيعه الواقعه، يعني اذا كانت الواقعه واقعه ماديه ما فيهاش تقارير خبراء او ما فيهاش لجان فحص هندسيه او فنيه، ما بتاخدش وقت كتير، يعني يمكن اقل من شهر بتكون القصه خلصانه. انما في بعض الاحيان لو في تقارير مطلوبه سواء كانت تقارير طبيه او هندسيه او تقارير من الخبراء، هنا بقى بيتم تشكيل لجان ويمكن تتاخر بعض الشيء بس في سبيل الوصول الى العداله الحقيقيه. تمام. فهو حسب البلاغ. كويس قوي. طيب احنا هنا يا فندم كمان في نقاط، يعني دايما كان الناس تقول احنا النيابة الإدارية مختصة بوقائع فساد معينة، بس احنا اكتشفنا مع طبعا الدور التوعوي والتثقيفي اللي الجميع بيقوم بيه دلوقتي ان النيابة الإدارية بتعمل دور ايضا مجتمعي مهم جدا. حضراتكم كان لكم دور في محاربة زواج القاصرات اللي لسه لحد دلوقتي، ويمكن الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم عنه برضو في برنامج نهاية الاسبوع. لكم برضو يعني دور مهم جدا في مثلا حوادث السكة الحديد وضبط وقائع الفساد. عايزين نتكلم شوية يا فندم عن الدور المجتمعي، وكمان ده غير الإهمال في الآثار وحاجات كتيرة جدا عايز أتكلم عنها، بس خلينا نبدأ بهذا الدور المجتمعي. تمام. يعني النيابة الإدارية وهي بتحقق مش بتحقق التحقيق القضائي العادي المباشر فقط، ولكن بيمتد تحقيقها لو اكتشفت وجود ظاهرة ما، خلل تشريعي، خلل في المنظومة الإدارية، خلل في تطبيق القانون، بتضع التصورات والآليات اللي هي تشوفها نتيجة ما تكشف لها من التحقيقات في شكل تقرير اللي حضرتك اتكلمت عنه. يمكن كان السنة اللي فاتت طلعنا التقرير الخاص بالمرأة عشان كان عام المرأة اللي كان مخصص من قبل رئاسة الجمهورية كعام للمرأة، فصدر عن النيابة الإدارية تقرير عن المرأة والوظيفة العامة، تناول فيه ابرز الصور اللي المراه بتدخل فيها في نطاق الوظيفه العامه، حتى من ضمنها كانت فكره زواج القاصرات، الجريمه اللي كانت النيابه تصدت بالتحقيق لعدد منها نتيجه ان اللي بيقوم بالعمليه دي موظف عام داخل في اختصاص النيابه الاداريه. بالظبط. تمام. هي الفساد متشابك بالزبط. من اول الموظف لغايه البيت اللي بيقدم الطفله دي على انها زوجه. مزبوط. فدي بتبقى يعني هو فساد متشابك، وحضرتك قلت لما بنلاقي ظاهرة، يعني في ظواهر تانية غير القاصرات حضراتكم يمكن كافحتوها فيما يخص المرأة،
طبعا طبعا يعني كانت جريمه تشويه الاعضاء التناسليه اللي كان بيقوم بها اطباء في مستشفيات حكوميه او اطباء هم نفسهم اطباء تابعين للدوله. تمام. كان العديد من الحاجات الخاصه يعني وفقا لتقرير المراه. كمان التقرير اللي صدر مؤخرا كانت اعتمدته معالي المستشار اماني الرافع رئيس هيئه النيابه الاداريه بمناسبه التحقيق في حادث قطار المرازيق. التقرير اللي تم عمله بمعرفه المستشار سعد خليل كان بيتناول شمول المنظومه كلها، الاليه الغائبه عن هذه المنظومه علشان ما نكررش الحوادث دي تاني. مش الحادثه كحادثه وخلاص ومسكن وخلاص بالظبط، لان الحادثه اوكي هنحاسب الناس اللي تسببت في الحادثه بس بالظبط ازاي ما تحصلش تاني. دي احنا اتكلمنا ان اهم شيء او اهم سلبيه كانت موجوده، التقرير استعرض يمكن نقاط كثيره جدا اهمها على الاطلاق غياب الميكنه والاعتماد المطلق على عنصر بشري فقط. انا ما بعتمد على عنصر بشري، اي خطا بشري بسيط يعني التحويله بس اللي عطلت دي ترتب عليها ان القطار وهو ماشي بسرعته الكامله بدل ما يكمل في خط سيره الطبيعي دخل في التحويله الفرعيه اللي هي بتنتهي بسد، عشان كده العربات اصطدمت ووقعت العربات من على القطار من على الخط بتاع السكه الحديد. ده خطا بشري، عامل التحويله اللي موجود في المكان ده نتيجه خطا بشري. طيب عشان ده ما يتكررش احنا محتاجين منظومه ربط مركزي الكترونيه. وحقيقه الدوله يمكن بتشهد الان وكل يوم احنا عمالين يعني يمكن امبارح كنت بستعرض خبر كان بيتناول ان وزاره الداخليه بالنسبه لشهادات الزواج والطلاق هتكون مميكنه بشكل غير قابل للتزوير. احنا في نقله ضخمه بتحصل قاصرات. بالظبط، ودي احد الحاجات اللي تكافح الظاهره. في نقله ضخمه بتحصل على كافه مستويات الدوله في دخول الميكنه بشكل جدي وشامل، علشان ده جزء مهم جدا ان لو العنصر البشري اخطا النظام لا يسمح بهذا الخطا او يتلاحق او يتدارك هذا الخطا، ما يبقاش بس الاعتماد على عنصر بشري من السهل انه يغلط، من السهل انه نتيجه الاهمال او نتيجه ضغط العمل او يحصل خطا يترتب عليه قد تكون حوادث كبرى زي قطارات السكه الحديد او قد تكون التلاعب في المستندات وخلافه. فاحنا عندنا ميكنه شامله على كافه مؤسسات الدوله والنيابه الاداريه داخله ضمن هذه المنظومه. تمام. طيب انا استاذن حضرتك عندي سؤال بس هاخد تليفون ام مريم. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام حبيبتي، اتفضلي. لو سمحت انا عندي مشكله بتاع والدي ونفسي حد يحلها له لانه بجد راجل كبير في السن. مشكله والدك؟ عمليه في القلب. يا حبيبتي اتفضلي. هو والدي فلاح وحضرتك كان مأمن على اللي هو التأمين بتاع الفلاحين ومعاه الوصولات بتاعة تأمينات الفلوس اللي كان بيدفعها. تمام. ومعاه صورة البطاقة بتاع زمان وراح عشان سنه جه خلاص الميعاد يقبض يعمل المعاش بتاعه والتأمين بتاعه. فقالوا له الملف بتاعك ضاع. الملف بتاعه ضاع؟ فحضرتك دلوقتي هو المفروض كان يقبض في شهر 5 وهو كان بياخد طبعا منه مريض وعنده القلب كان بياخد 360 جنيه حضرتك. دلوقتي قالوا له لازم يتفصل المرتب ده فهو دلوقتي ما بيقبضش. فحرام من شهر 5 كان المفروض يقبض لحد دلوقتي ما قبضش وهو دايخ وكل شويه يعني هو بيمشي على عكاز لحد دلوقتي كل يوم رايح جاي من اويسنا لشبين من اويسنا لشبين. فانا عايزه حل المشكله يرحموه في الكبر. طيب يا حبيبتي طبعا خليكي معانا كده ام مريم لو سمحتوا ناخد رقمها. ام مريم يعني بتسال هي تشتكي لمين في حاجه. تمام. في واقعه زي كده نقدر نساعدها ازاي سياده المستشار؟ اول حاجه الف سلامه على السيد الوالد ان شاء الله تبقى صحته افضل. انا هستاذنها بس تسيب رقم تليفونها مع الاعداد ومكتبي بكره الصبح قبل 10 صباحا هيكون بيتواصل معاها ونشوف كل الشكوى ولو الموضوع متعلق باللي هي بتقوله فيه فقدان ملف او حاجه هيتم محاسبه الجهه الاداريه عندها وكمان هم مسؤولين هم يستخرجوا بدل فائد لوالدها. يعني بس طبعا محتاجين نعرف تفاصيل الشكوى اكثر فان شاء الله بس تسيب رقم تليفونها وبكره الصبح مكتبي هيتواصل معاها. انا بحيي حضرتك طبعا وبشكرك مقدما على يعني تقديم العون لام مريم. احنا خدنا الرقم يا جماعه، اخذنا رقم ام مريم. طيب هم اخذوا الرقم وان شاء الله يعني منتظرين طبعا التواصل. طمنينا ام مريم والف سلامه مره ثانيه على والدك. طيب السؤال يا فندم هنا ان حضرتك بتقول العنصر البشري كتير وقد يسهو في مره بالقصد ومره من غير قصد، يعني ما اقدرش احكم اذا كان كل مره مش قصده يعني، بس هو مش مظبوط ان احنا نعتمد وسط كل الزحمه والتكنولوجي اللي احنا عايشين فيها والتكدس اللي احنا فيه اعتمد طول الوقت على العنصر البشري. اكيد في ناس مش من مصلحتها ان احنا نعتمد على التكنولوجي، خصوصا ان حضرتك بتقول دلوقتي ان هنصدر شهادات او ما ينفعش نصدر شهادات الزواج او اسيمه الجواز من غير يعني عشوائي كده، بس ده هيتم فيه تلاعب. انا بقول لحضرتك ان ده يعني مسبقا ان ده هيتم فيه تلاعب ان هم بيصدروا اوراق عرفيه، انا بقى احارب ده ازاي؟ تمام. طيب هو اللي حضرتك بتقوليه احد عناصر مقاومه منظومه التحديث الالكتروني هو الفساد
أيوة. او الموظف نفسه اللي مش بيستوعب المنظومه الالكترونيه. يعني دايما في مقوله شهيره جدا فلسفيه شويه بتقول ان الانسان عدو ما يجهله. فالموظف اللي طول عمره ما استخدمش الجهاز الكمبيوتر او ما يعرفش ازاي يعني يستعمل البرامج اللي هيتم تطبيقها بيبقى خايف منها جدا في الاول. فده بيحتاج مجهود كبير قوي انك تدربي، انك تستعيني بشباب اكتر، تبتدي تدخلي المنظومه بالتدريج من تحت لفوق. كمان بيستعين، لازم تكافح الفساد، لان في ناس بيبقى من مصلحتها ان المنظومه لا تكتمل. انا طبعا. عشان انا لو في منظومه مش هيبقى فيه رشاوه، مش هيبقى فيه فساد، مش هيبقى فيه لا، فانا محتاج يبقى فيه ثغرات، النظام مش هيسمح بالثغرات دي. فبالتالي ده محتاج دايما ان مقاومه الفساد تمشي جنبا على جنب مع توعيه وتكثيف وتدريب الموظفين، ونبتدي من تحت لفوق، من الموظف الاصغر سنا الى الاكبر. مش العكس زي ما احنا كنا بنعمل قبل كده. لا لا لا. انت بيحصل لك وقعه فساد في مكان ما، بشيل الموظف الكبير اللي طبعًا. هو المسؤول. طب ما انا عندي فيه تأمة، هو لو ما كانتش فيه يعني الدنيا معلش والله بايظه كلها، ما كانتش هتوصل لحد الموظف الكبير ان هو ياخد القرار ده او ياخد الاجراء ده. انا عايز اعرف مين اللي وقف معاه ووصله لده، عشان هم كده بياخدوا حق مش بتاعهم. مظبوط. وده اللي بيضمنه كمان نظام الميكنه الشامل. يعني انا يعني خلينا نقول ان موضوع الميكنه والتطوير لم يعد طرفا، يعني ده مش قرار ناخده او لا، العالم بيتطور واحنا كده كده هنتطور، وكده كده ده لازم هيحصل، لان بعد كده مش هيبقى الشغل غير كده. كنت لسه في مؤتمر قريب كان برعايه السيد الرئيس حوالين التطوير الاداء الحكومي والحوكمه، وكان في عرض شيق جدا لفكره ان دلوقتي اكبر شركه بتبيع في العالم من غير ما نقول اسامي هي شركه بتبيع اونلاين على الانترنت. دي حقيقي. اكبر شركه بتبيع، يعني في شركتين هم الاكبر مبيعات في العالم، شركه ما عندهاش ستور واحد، ما عندهاش مكان مبيعات واحد بالظبط، وهي اكبر شركه بتبيع. اكبر شركه نقل ومواصلات في العالم برضو من غير ما نقول اسامي، هم شركتين شهيرين جدا، ما عندهاش لا تمتلك اتوبيس او طياره او عربيه واحده، ومع ذلك هم اكبر الشركات في العالم. ده التسويق الالكتروني، وده النظام الميكنه بعد شويه هيبقى ده السائد في العالم. زي النهارده دلوقتي حضرتك بالنسبه للاعلام، الصحف الالكترونيه والمواقع الالكترونيه، كنت زمان بستنى اجيب الجرنان الصبح عشان اعرف الخبر، دلوقتي الخبر بينتشر بعد اقل من نص ساعه، بيكون موجود في كل حته. بالظبط. فهو لم يعد طرفا، هو كده كده احنا ماشيين زي فكره التليفون المحمول اول ما نزل دلوقتي بقى عامل ازاي، جهاز الحاسب الالي اول ما نزل دلوقتي بقى عامل ازاي. هي كده هتتظل المنظومه تتطور حتى نصل الى ما نصب اليه. طيب لما سيادتك بتقول كده، في سؤال هيتبادر لذهن البعض، اللي بيحصل ده هل هيؤدي الى بطاله بشكل ما؟ لان احنا كده هنعتمد على التكنولوجي بشكل كبير، فهستغنى عن العنصر البشري. هو على فكره هي بتتقري كده، يعني في بعض الناس بتشوفها كده. انا عايزه توضيح من سيادتك للنقطه دي تحديدا، لانها عامله جدل. هل معنى ان احنا هنعتمد على التكنولوجي ان احنا هنستغنى عن الناس اللي بتشتغل؟ طب الناس اللي هنستغنى عنها دي هتروح فين؟ تمام. ده السؤال. طيب لا طبعا، وبالقطع الاجابه لا، لا يمكن يترتب على الميكنه ان انا استغنى عن العنصر البشري. ليه؟ تمام. هو اللي بيحصل ان انا بطور العنصر البشري عشان يستوعب الميكنه. هو جهاز الكمبيوتر اللي عند حضرتك او جهاز المحمول اللي مع حضرتك هل بيشتغل لوحده؟ في انسان بيفتح جهاز الكمبيوتر ويتعامل معاه، في انسان بيستخدم التليفون المحمول سواء في التطبيقات بتاعته او في المكالمات. تمام. فبالتالي الاجهزه دي محتاجه العنصر البشري عشان يتعامل معاها. هي بس الفكره ان الاجهزه بتختصر لي الوقت وبتضمن لي وجود قاعده بيانات اقدر استفيد منها، انما لا يمكن استغنى عن العنصر البشري. هو اللي يحصل ان انا بطور العنصر البشري اللي موجود القابل للتطوير، الغير قابل للتطوير اقدر اخليه زي ما هو، وبيحصل الاحلال تدريجي. ما انا عندي ناس بتطلع معاش وناس بتتعين، فالاحلال بيحصل بشكل تدريجي. مش هاجي بكره الصبح اقول والله الموظفين دول يمشوا واجيب مكانهم ناس، لا طبعا. لا طبعا، لان في بعد اجتماعي اخر موجود. ما بيقول لك بقى هتبقى 10 موظفين شغالين، انا محتاج 2، يبقى هشغل الثمانيه التانيين في حاجات ثانيه تستفيدوا بيها. يعني هيبقى في تغيير في طبيعه العمل، مش استغناء عن الموظفين. تفرق كتير جدا. وكل الدول اللي عملت ميكنه عمل كده، ما حدش بيجي يقعد الموظفين في البيت ويقول لهم حط اجهزه مكانكم. بالظبط. انا بس كنت عايزه ارد، لان دي يعني كل ما بنكون نيجي نتكلم على استخدام التكنولوجيا في حتى في يعني في المصالح الحكوميه، وكفايه بقى يبقى في ان انت عشان تعمل ورقه ولا تختم ورقه تعدي على 70 موظف وتضيع اليوم ولا يومين، وممكن تضيع كذا يوم يعني علشان تعمل كذا، فيقول لك هو موظف واحد او شباك واحد. ده اللي احنا دايما بنطالب بيه، يعني ننجز الوقت، انجازا للوقت، انجازا للمجهود، انجازا لحاجات كتيره جدا، لفلوس، يعني توفير لكل يعني كل ما احنا بحاجه للوقت ده وبحاجه للفلوس دي في حاجه تكون مفيده اكتر. بس كان توضيح نقطة ان ده مش هيؤدي الى اي نوع من انواع البطالة بالقطع. طيب بالنسبة للتقارير، حضرتك او حضراتكم كنيابة ادارية بتتوجهوا بالتقارير في اخر العام لرئاسة الجمهورية،
التوصيات بقى اللي بتخرجوا بيها، أبرز التوصيات إزاي بتتعاملوا بعد كده؟ هل بيكون فيه في السنة اللي بعديها إضافات على نفس التقرير ولا بيكون تقرير جديد؟ تمام، يعني احنا بالفعل في نهاية كل عام بعد الإحصائية السنوية ما بتطلع، بيطلع الأول بيان إحصائي للنيابة الإدارية بيتضمن الإحصاء الكمي للقضايا والنوعي بتاعها على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظات. تمام. بعده بشوية بيصدر عن النيابة الإدارية وعن المكتب الفني رئيس الهيئة ووحدة التحليل الإحصائي تقرير تحليلي، يمكن احنا بصدد اصداره يمكن اليومين دول، خاص بقى بتحليل الارقام دي بشكل علمي، يعرفنا الارقام دي ودتنا لفين، مقارنتها بالسنوات السابقه اخبارها ايه، احنا بنتقدم في ملف معين ولا بنتاخر، بنمسك قطاع قطاع، يعني المحليات، الصحه، التعليم، النقل، الاثار، كل قطاع بنمسكه نحلل الارقام بتاعته دي، نشوف ابرز الجرائم اللي استحدثت، ابرز الجرائم اللي تم محاربتها بشكل جيد، ابرز الجرائم اللي تم استفحل اثارها، ونبتدي ندرس الظاهره دي والاليات المقترحه للعلاج ده، وبيرفع هذا ايضا طبعا للقياده السياسيه، وبيرفع للوزارات كلهم في مكانه، يعني بيخطر الوزير المختص بنسخه من التوصيات، ده بما يتعلق بالتقرير السنوي الشامل. طب لما بتوصل مثلا للجهه المختصه نسخه من التوصيات بتتعامل معاها ازاي؟ بالفعل في جهات يعني بتتعاون بشكل رائع جدا، يعني كان عندنا السنه اللي فاتت وزاره التربيه والتعليم والاوقاف تعاونوا بشكل رائع جدا، ويعني نفذوا حاجات كثيره جدا من التوصيات دي انعكست بشكل افضل على منظومه العمل، في جهات كثيره بتتعاون. انتوا كان عندكم تعليقات عامله ازاي على وزاره التربيه والتعليم يا فندم؟ امتى؟ السنه اللي فاتت. احنا يعني بناخد من ناحيه التحقيقات بتاعه النيابه، يعني كنا بنتكلم على التسرب الامتحانات وموضوع ظاهرة الغش اللي أعتقد السنة دي يعني كانت انتهت تماما طبعا بالورق اللي هو الملازم سابقة التجهيز اللي تبقى الأسئلة والإجابة فيها زي بعض وبكود عليها يقدر أي حد يعرف لو اتصورت أو حاجة تعرف طالعة منين بالظبط، كل ده اللي ادهولنا النظام الميكنة الإلكتروني طبعا. كان عندنا فكرة الغياب بتاع المدرسين الكثير عن المدارس، كان عندنا فكرة التحرش بالطالبات وآليات العلاج بتاعته وآليات الإبلاغ، يعني يمكن كانت دي أبرز الحاجات. السنة دي الأمور أعتقد أفضل كثيرا، يعني في فرق كبير جدا. تمام، في جهات ما بتستجبش سريعا أو في جهات بتبقى يعني ده بيظهر في التقرير اللي بعده، يعني انا عشان اقول 2017 هل تم الاستجابه ولا لا، ده بيظهر عندي في 2018، اقدر اقول والله في جهات استجابت، في جهات لا، قد تكون لها رؤيه اخرى في المكافحه. انا مش القضيه بالنسبه لي ان ينفذ اللي انا طلبته بالظبط، انا القضيه بالنسبه لي ان انا بقول لك عندك مشكله وايه اليات العلاج بتاعها، ممكن انت يكون عندك اليات اخرى مفيش مشكله، بس انا يهمني ما ارصد التحليل الاحصائي بتاعي الاقي المشكله دي قلت. يعني مش بالضروره يلتزم نفس المنهجيه، ممكن يكون عنده منهجيه اخرى مفيش مشكله، بس نوصل في الاخر الى ان الجريمه دي او الظاهره دي احنا بنقضي عليها او بنحاربها او بتنحصر. ايه الفرق في تحقيقات حضراتكم ما بين ان انا يبقى عندي جريمه وما بين يبقى عندي ظاهره زي ما حضرتك مثلا ذكرت في يعني ملف المراه او التقارير اللي بتقدمها بتخص المراه، امتى اقول ان دي جريمه وامتى اقول ان دي ظاهره؟ طيب هو الجريمة أنا بحقق في قضية فعندي بلاغ معين بتنطوي على جريمة، قد تنطوي قد فيها فساد مالي، قد فيها فساد إداري، قد فيها جريمة ما من الجرائم، ده بما يتعلق بتحقيقات القضايا. الظاهرة يبقى أنا برصد أكتر من قضية في وقت محدد في سنة معينة اتكررت على مستوى الجمهورية في أكثر من مكان، هنا بيبقى أنا أمام ظاهرة محتاج أشوف إيه الخلل بتاعها بتحصل ليه وإزاي أقدر أتلافى ده، زي مثلا أنا ألاقي عندي مثلا 10 12 حادثة للسكة الحديد مثلا ورا بعض مثلا، ده على سبيل المثال يعني. تمام. فبالتالي انا عندي هنا ظاهره في مشكله عندي، فابتدي ادرس اسبابها واشوف الاسباب بتاعتها ايه، هنا الظاهره اللي هي تراكم لاكثر من وقعه في اكثر من قضيه. طيب اذا اتكلمنا كمان يا فندم على التعليقات بقى اللي لسه التقرير ما صدرش بيها، حضرتك عندك او حضراتكم كنيابه عندكم تعقيبات على ايه بالظبط؟ هل في حاجه تخص مثلا السوشيال ميديا؟ هل في حاجه تخص الاعلام؟ هل في حاجه تخص يعني جديد، حاجه جديده غير الجهات المعينه اللي بتضبطوا فيها وقائع فساد؟ هو احنا كل سنه بالفعل يعني يمكن بيضاف قطاعات، يعني يمكن قطاع المراه قبل 2017 ما كانش معمول في تقرير سنوي، اضيف في 2017 فكل سنه بيضاف قطاعات حسب حجم البلاغات وحسب التحليل الاحصائي للارقام. لا فيما يخص الاعلام، اصل اغلب الاعلام الموجود على الساحه هو اعلام الاعلام الخاص، فبالتالي هو غير خاضع لاختصاص النيابه الاداريه اصلا. احنا كنا هنتكلم على فكره الاعلام المؤسسي او الاعلام الحكومي، دي قصه ثانيه، يعني ده اللي هو القنوات الحكوميه فقط هي اللي النيابه الاداريه بتختص بالتحقيق معاها. فلا هو بيبقى يعني ما اعتقدش في السنه دي لقطاع الاعلام، يمكن لان نتيجه حجم البلاغات والحاجات ما هوش كبير قوي، انما بيبقى عندنا قطاع الاثار، قطاع التعليم، قطاع الصحه، قطاع المحليات، قلنا زودنا قطاع المراه،
قطاع النقل طبعا موجود. نقل. يعني دول بيبقوا ابرز القطاعات، وهتلاقي دايما ان الاهتمام بينصب اكثر على القطاعات الخدميه. لان دي اللي بيحتك بيها المواطن بشكل يومي. ناس كتير كانت بتسال على وقائع يعني ضبطكم لوقائع الفساد في قطاع الصحه. ودي حاجه مهمه جدا، وحاجه يعني انا ما اقدرش افصلها، ما اقدرش افصل الصحه عن الحياه اليوميه، ما اقدرش افصلها عن الانتاج والعمل، وطبعا ان انا لازم احافظ على صحه المواطن معروف، يعني اي حاجه او اي بحث بيقول ان انا لازم احافظ على الصحه واخلي الافريج بتاع صحه المواطن كويس جدا علشان يقدر يشتغل كويس، عشان يقدر ينتج، عشان ابقى عندي اقتصاد قوي. في يعني كذا وقعه اهمال طبي حصلت، وانا عارفه ان حضراتكم كان ليكم جهد كبير جدا في ضبط هذه الوقائع. بعد كده يا فندم بيتم ايه؟ احنا مش عايزين ده يحصل تاني، خصوصا في قطاع حساس زي قطاع الصحه. طيب يعني بس نقطه يعني استهلال كده الاول لازم نقوله، ان في عندنا اطباء يعني بيمارسوا عملهم على الوجه الاكمل، وفي ظروف يمكن صعبه جدا، وفي اماكن صعبه جدا ونائيه، وبيؤدوا عملهم بالفعل في تقديم الخدمه الطبيه للمواطنين. أوكي. ولكن عندنا طبعا وقعات فساد وعندنا وقعات اهمال، ده بالتاكيد زيها زي اي منظومه اخرى، ولكن مشكله قطاع الصحه انه بيتعامل مع اثمن ما يملكه الانسان اللي هي صحته. بالزبط. فبالتالي الخطا فيه بيبقى خطا قاتل. بالفعل بيبقى عندنا يعني كنا دايما بنلاقي ان اكتر حاجه متكرره هي فكره الامتناع عن تقديم الخدمه الطبيه او الاهمال الطبي. دول اشهر يعني نموذجين لوقائع اللي احنا بنقابلهم في تحقيقات قطاع الصحه. يا اما ان المستشفى بترفض استقبال الحاله اصلا، وده مخالف للقانون ومخالف لنص الدستور الحالي، يا اما ان الخدمه الطبيه بيتم تقديمها بشكل خاطئ، فبيحصل نتيجه اهمال طبي الوفاه، او لا قدر الله يعني العاهه مستديمه، او جرح، او ايا ما يكون. دول الحاجتين الاساسيتين دايما اللي بيبقوا عامل متكرر في القضايا بتاعه قطاع الصحه. بيحصل ايه؟ بيتم التحقيق عاده. الحاجات اللي من هذا النوع بتبقى محتاجه لجنه طبيه متخصصه، بينتدب لجنه طبيه من النيابه علشان خاطر تقدر تدينا تقرير طبي شامل. ساعات احيانا بنحتاج الطب الشرعي بيعمل لنا تقرير شامل يقول لنا ايه الاسباب، هل في خطا طبي او مهني جسيم ولا لا. أوكي. ثم بتنتهي التحقيقات اذا ثبت تورط المتهمين بالاحاله طبعا للمحاكمه. زي ما قلت قطاع الصحه قطاع حيوي جدا جدا جدا، وبيتعامل مع المواطنين على كل المستويات. وخلينا بس هنا نقول حاجه مهمه جدا، قطاع الصحه في مصر اكيد له عليه، ولكن مثلا لو جينا نقيس ان في دول متقدمه جدا جدا ممكن قطاع الصحه، انا علشان اكشف عند الطبيب بتاع التامين الصحي بتاعي هحتاج من 3-4 شهور عشان اخد معاد لمجرد توقيع الكشف الطبي. ماشي. في مصر الكلام ده مش موجود. صحيح انا ما بقارنش طبعا، الخدمه الطبيه مختلفه نتيجه امكانيات ونتيجه التدريب وحاجات كثيره جدا احنا بنتمنى تبقى موجوده هنا، انما انا قصدي ان له بعض الايجابيات وعليه بعض السلبيات. محتاج شغل كتير جدا، ومحتاج تطوير طبعا زيه زي اي قطاع، ومحتاجين كمان نوفر للاطباء والمستشفيات الجو المناسب اللي يقدروا يؤدوا فيه واجبهم علشان نحاسبهم كمان على الوجه الاكمل. طب انا هنا بستنى لما المواطن يا فندم يبلغ كذا مره عن يعني بتبقى في مثلا واقعة او كذا واقعة شبه بعض عشان احكم ان هذا يعني هذا المكان بيقع فيه وقائع فساد، يعني بستنى المواطن لما يبلغ، ولا في اجراءات تفتيشيه بتعملوها مثلا كل فتره؟ طيب هو طبعا في جهات رقابيه بتنزل تعمل حملات تفتيشيه على المستشفيات، ولكن في الاهم بقى احنا ما بنستناش المواطن يبلغ. يعني في وقعات منها وقعات مؤخرا احنا بناخدها مباشره اول ما يتم اثارتها اعلاميا. يعني بنلاقي مثلا في وقعه في احدى المستشفيات، في طفله توفت، او في بتر للذراع نتيجه خطا طبي، فبنلاقي الخبر موجود على وسائل الاعلام، بناخده مباشره اداره الاعلام وبيتعرض على معالي مستشار رئيس الهيئه، سيادتها بتحوله مشكوره للتحقيق مباشره. فده احنا ما بنستناش احيانا المواطن يبلغ، بيفاجئ المواطن ان احنا بنتواصل معاه ونقول له تعالى احنا عندنا تحقيق في الوقعه دي. يعني الموضوع ماشي على اتجاهين، يا اما المواطن نفسه بيبلغ، يا اما احنا بناخد المبادره وبنحيل الوقعه للتحقيق بعد العرض على رئيس الهيئه. تمام. طيب انا طبعا يعني في ناس كانت كتيره برضو بتسال على موضوع الاثار والحفاظ على الاثار، برضو كان لازم نشير للنقطه دي، دور حضراتكم في الحفاظ على الاثار وازاي ده بيتم، خصوصا ان يعني في بعض الناس قايله مثلا ان ده يعني في جرائم كتير كانت الفتره اللي فاتت بتتم في هذا الموضوع. طيب يعني خلينا كده، ما اعتقدش ان حد ممكن يجادل في حقيقه ان الاثار المصريه هي اثمن ما تمتلكه مصر. يعني دي هويه مصر الحقيقيه، هي اثارنا اللي ما فيش دوله في العالم عندها هذا الحجم من الاثار. احنا بنتعامل مع الاثار باعتبار ان الاثار دي هي اثمن ما تمتلكه مصر زي ما قلت، فبالتالي اي خطا بيتم
بيكتشف او اهمال بيتم المحاسبه عليه، والمحاسبه بتبقى شديده جدا. لان عندنا يعني زي ما حضرتك قلتي، احنا ابتداء يمكن من سنين فاتت من ايام توت عنخ امون والقصه بتاعه ذقن توت عنخ امون اللي كانت سقطت والاهمال اللي حصل فيها، وصولا الى الاخر الحريق بتاع المتحف الكبير، بس ده يعني كان بعيد عن الاثار، ولكن كانت في الواجهه بتاعه المتحف نتيجه عدم اتباع اجراءات السلامه من الشركه بالزبط. المنفذه. فبالتالي احنا بنتعامل مع القطاع ده بمنتهى الحساسيه. يمكن من حوالي يومين كان في وقعه شهيره في البرازيل، في متحف ضخم جدا احترق فيه حوالي 10 مليون قطعة، وكان فيها للأسف قطعة من الآثار المصرية. فإحنا لازم ندرك أهمية هذا القطاع. محتاجين مش بس المحاسبة، قبل المحاسبة محتاجين الوقاية. إزاي نقدر نحط آليات تضمن التعامل مع الآثار بشكل منهجي وعلمي؟ إزاي ندرب الأثريين وندرب المختصين بالتعامل مع الآثار على التعامل مع نفائس مصر؟ والأهم من ده كله، إزاي ندرس للطلبة في المدارس، وده جزء مهم جدا، قيمة آثار مصر. يعني كويسة. لازم من وانا في المدرسه ابقى عارف يعني ايه اثار مصر، ليه احنا بنبص لها بهذه النظره، ليه هي مهمه. الكلام ده مهم جدا يغرس منذ الصغر، عشان لما نكبر اللي هيشتغل فينا في الاثار او في غير الاثار يبقى مدرك قيمه ما يتعامل معه. واللي مش هيشتغل كمان لو شاف اي تجاوز او اي حد بيعمل اي حاجه برضه يبقى مدرك. بالظبط. يعني هي نقط كلها متشعبه بتصب في الاخر يعني روح الوطنيه اللي في الاخر بتساعدنا على ان احنا نحيا الحياه في هذا الوطن. انا في النهايه يعني الحقيقه بشكر سيادتك شكرا جزيلا على تلبية الدعوة أولا، وعلى طبعا تحليل يعني دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد بهذا الشكل. احنا مش هنا النيابة الإدارية لا تتوقف فقط عند ضبط الواقعة، ولكن أيضا تحقيق وكشف فساد حواليها، وكمان يعني مفيش المفروض ان ده ما يحصلش، او ليه او ازاي آليات ان ده ما يحصلش تاني، بالإضافة طبعا الى دورنا كمواطنين. بشكر سيادتك مرة اخرى مستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، شكرا جزيلا نورتنا. شكرا جزيلا يا فندم، وشكرا طاقم الاعداد المحترم اللي مع حضرتك. وبس مشكورا هحتاج رقم تليفون الاستاذه اللي كانت اتصلت. ام مريم. تمام. طيب هم بيبلغوني هيكون عند حضرتك حالا على الواتساب. قبل ما نروح لفقرتنا الاخيره مشاهدينا، القي عليكم الخبر مره اخرى. خبرنا العاجل، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه يتفقد عددا من المشروعات التنمويه بمنطقه هضبه الجلاله، ويلتقي ايضا الرئيس بعدد من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنيه المنفذه للمشروع. يقوم الرئيس ايضا مرور على محطة تحلية المياه العملاقة بالجلالة ومنطقة الألعاب المائية ومارينا الجلالة ومصانع الفوسفات والرخام. أشاد الرئيس أيضا بالجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع وفقا للمعايير الدولية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لذلك، بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على حركة الاستثمار والسياحة. ده كان الخبر العاجل اللي بنختم به هذه الفقرة مشاهدينا بعد الفاصل. الغيرة، ابقوا معنا ونهاية الأسبوع. الست مش محكمة عقلها، بتتصرف بقلبها بعاطفتها، لكن لو اتصرفت بحكمة وبعقل مش عمرها ما تخرب بيتها. في ثقة عامة في حاجة زي كده، ان هي عارفة مثلا ايه ان جوزها فعلا موجود لعياله وليها وبتاع، فبيطلع شغل. فدي ممكن حاجة زي كده، لكن هي بقى لو حاجة تانية بقى ان هي مثلا تشك ايه كل شوية مثلا كده وبتاع، فهتضطر ان هي تغير، وهتقابل فعلا مشاكل. يعني الراجل لما بيغير بالزيادة، في راجل بيغير بحب، يعني بيغير بحب زيادة عن لازم، دي بتبقى مرض، ما بيبقاش غيرة. الست مثلا تصاحب واحدة زميلتها دي يكون مثلا ايه شايفة نفسها شوية، ممكن تاخد جوزها منها، فدي تحترز برضو الست كده، مش أي واحدة تصاحبها، مش أي حد يخش بيتها. غيرة في حدود، لكن غيرة اللي هي توصل لخراب بيت ده ما هيش غيرة، ده هو ده شك، ويبقى فيه كده مفيش بيت اتبنى من الأول من الأساس. لأن لو في ثقة ما بين الزوجين عمره ما هينشأ شك، وعمره ما هينشأ غيرة.
ده كان رأي بعض السادة المواطنين في موضوع الغيرة، والغيرة فعلا هل هي يعني ممكن تؤدي لفساد في الحياة أو خراب في البيت ولا لا؟ هل الغيرة يعني مستحبة ولا غير مستحبة؟ هل الغيرة حرام أصلا إذا زادت عن حدها؟ هل الغيرة مرض ممكن يتعالج ولا طبع؟ يعني الطبع بيفضل في البني آدم، طب هل الطبع ده ممكن يتغير ولا لا؟ هنعرف تفاصيل أكتر طبعا مع ضيوفنا الأعزاء اللي منورينا في الاستوديو، أستاذ الدكتور رمضان عبد الرازق من علماء الأزهر. أهلا بحضرتك. أهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك يا أستاذ زينب. برحب أيضا بدكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي. أهلا بك يا دكتور، نورتنا. طيب نسأل بقى الأول دكتور رمضان، يعني أنا عايزة أعرف الغيرة، إيه تعريف الغيرة وما هو موقف الدين الإسلامي من الغيرة؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. الغيرة اتسمت غيرة ليه؟ عشان جاية من تغير القلب، القلب بيتغير فيحصل نوع من تحرك الدم والغضب تمام، فعشان كده سموها غيرة تمام. وفيها كلمة تانية انه دايما مرتبطة بمسألة المنافسة من الغير، فعشان كده برضو ايه لها المعنيين. انا عيني على غير، المرأة عينها على واحدة تانية غيرانة منها على جوزها مع تغير قلبها، ادي معنى كلمة الغيرة عند العلماء ده باختصار شديد تمام. يبقى جاية من تغير القلب او من النظر الى الغير. الغيرة صفة من صفات الله عز وجل، يعني صفة كمال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، يعني المؤمن أو المؤمنة وهم بيعصوا ربنا بربنا بيغير على محارمه، لأن المحارم دي عاملة زي قطعة أرض كده متصورة وقال دي تبع الملك، محدش يقرب لقطعة الأرض دي تمام. فأنا لما أنتهك هذه الحدود ربنا يغار على محارمه، غيرة تليق بجلال الله عز وجل. سيدنا النبي محمد يغار، سيدنا سعد بن عبادة بيتكلموا على حاجة من الأشياء اللي بيسموها اللعان، ولو راجل لقى مع زوجته حد تاني فهيعملوا إيه؟ فسيدنا سعد بن عبادة قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أجد مع زوجتي رجلا آتي إليك فأقسم أيمانا مغلظة، والله يا رسول الله لو رأيت رجلا مع زوجتي لضربت عنقه غير مصفح، هقطع رقبته. فطبعا دي مش دعوة للعنف لكن ده بيان للغيرة لما تتجاوز الحد يعني. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تعجبون من غيرة سعد ابن عبادة؟ والله لأنا أغير من سعد والله أغير مني. الغيرة في الدين الإسلامي لها أنواع، في غيرة واجبة، الغيرة المعتدلة المنضبطة اللي فيها صلاح الأهل، بغير على ابني إنه ما يكونش شاطر، أغير على زوجتي إنها تخرج إلى الشارع فتمتهن، أغير على زوجتي إذا فعلت بعض التصرفات، الغيرة التي تصلح الأهل وتصلح البيت، الغيرة أو تشعر من في البيت أنك خايف عليهم وبتحتويهم. الله ينور على سعادتك. غيرة معتدلة، بحسس ابني أن أنا واخد بالي منه، بحسس زوجتي أن أنا حسس أنها زوجة وأنها أنثى وأنها كذا، نوع من في إصلاح، وأقول لها لا حسبي الكلمة دي ما تنبغيش أنها تتقال لأن ممكن الطرف الثاني يخدها بشكل مش كويس. ممكن بعض السيدات بتتعود على انها سلام عليكم اهلا يا حبيبي عامل ايه تمام، ممكن تكلم البواب كده وهي مش واخده بالها، فقد تقع في قلب الشخص الثاني. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الغيره ما يحبه الله ومنها ما يبغض الله. فاما الغيره التي يحبها الله فهي التي في الريبه، يعني في حاجه في حاجه تستدعي ان انا بالظبط الغيره تمام. واما الغيره التي يبغضها الله فهي الغيره التي في غير ريبه، يعني مفيش حاجة والأمور تمام. فلما الإنسان يغير قوي على زوجته، غيرة الراجل لما تتجاوز الحد بتاخد صورة الشك طبيعي. النقطة الثانية كمان قد تتهم الزوجة بسبب كثرة غيرة زوجها عليها، قد ترمى المرأة بالسوء، انت رايحة فين بتكلمي مين طب انت فين، فالمحيطين بيه يقول هو غيرته دي لازم فيها حاجة طبيعية، فالغيرة دي لازم تبقى معتدلة تمام. كمان عندنا غيرة مستحبة، غيرة منهي عنها، غيرة طبيعية تمام. عندي بقى كذا استفسار بس هروح للدكتور إبراهيم. طيب دكتور دلوقتي الغيرة
يعني الستات بتغير اكتر ولا الرجاله؟ هو ده يعني اصل في ناس تقول لك الغيره دي مرضيه او دي مثلا عنده غيره مرضيه او هي عندها غيره مرضيه بتغير من اي حد ومن اي حاجه، يعني ممكن تغير من الام مثلا، تغير من اخوات زوجها، حاجات زي كده، والعكس صحيح، ده مرض؟ بيوصل لمرض ليه؟ لما ليه نقول على حاجه مرض ونقول على حاجه مش مرض؟ لما مرض يبقى مزعج الاخرين جدا، يعني بيزعج الاخرين وبيزعج نفسه ومدخله في مشاكل وحطه في ارهاق وبيوصل لدرجه او طلاق او انفصال. أوكي. لكن ممكن تبقى غيره زي ما مولانا قال او مولانا الدكتور قال، في غيره محببه لكن في غيره مرضيه. الغيره المرضيه دي هي اللي بتبقى ايه؟ ناتج عنها مشاكل وأزمات وكوارث لا تحل، تصل إلى درجة ممكن من الغيرة ما يصل إلى درجة القتل بدون وجود أدلة ثابتة. يعني عندنا حاجة اسمها ضلالة. يعني إيه ضلالة؟ يعني اعتقاد ثابت خاطئ لا يمكن تغييره. هو مراتي بتخوني يعني، طب إيه اللي ما فيش؟ ما عندكش دليل؟ لا هي بتخوني وخلاص، ويروح ممكن يقوم يقتلها بسبب أنه عنده الاعتقاد ده. وده زاد في الايام دي نتيجه ايه؟ الحشيش من الحاجات اللي بتسبب ضلالات الغيره وضلالات الشك. تلاقي واحد يقول لك فجاه واحده انا بشك في مراتي. مراتك قاعده في البيت يا ابني طول الوقت وست ان هما بيتعاطوا مخدر مثلا او بيتعاطوا حشيش وست محترمه وحافظه بيتها وبتاع، لا انا بشك فيها، انا شفت مش سمعت مين بيتكلم مين في التليفون، سمعت مش عارف شفتها فتحت الباب لمين، انا معتقد انها بتجيب حد غريب. ويفضل طول النهار شغال على الفكره دي لغايه ما يحصل جريمه قتل. طب دكتور بعيدا عن مثلا المخدر، احنا اتكلمنا في الغيره المرضيه لكن الغيره المحببه في حاجات مقبوله. يعني احنا بنقسم عندنا الغيره في العلم النفسي او الطب النفسي، في غيره جنسيه، يعني واحد مرتبط بشخص علاقه فبيغير عليه بشكل انه ممكن ينجذب لطرف اخر. أوكي. وفي غيره رومانسيه ببقى ايه؟ انا عايز محاوطك على طول، معاك على طول، ما تكلمش حد تاني، ما مركز معايا على طول. يقول ممكن اغير مثلا لو لقيتك بتكلمي في التليفون، يعني بتكلمي في التليفون شويه مع واحده صاحبتك فابقى غيران، انا عايزك ما تقعدي معايا. ممكن اغير لو هو بينزل مع اصحابه بيقعد على القهوه، ده حب اهتمام. لا وفي غيره بقى المرضيه اللي هي كل يعني تصرف تقليد طول النهار في بدون وجود دليل يعني، او بدون وجود ما يدعو للشك او ممكن وبعدين برضو عايزين الرجاله او الستات ما تعملش تصرف يخلي الطرف الاخر يشك فيك. ده نقطة من النقط المهمة اللي ركز عليها. يعني ما أنا ده على حسب بقى الطرف الآخر ده بيعتبر إيه؟ ما هي بتبقى كل واحد جاي من بيت مختلف، ممكن تصرف هو يعمله شايفه عادي، هي شايفاه مش عادي. الغيرة دي بتبقى متوارثة، يعني اللي بتبقى متربي أو متربي في بيت في نوع من الشك والريبة بتبقى متوارثة للآخرين، بيتعلمها ويكتسبها. وبرضو الغيرة في جزء منها، الغيرة الزائدة دي عدم ثقة في النفس، يعني جزء منها بيبقى الشخص مش واثق من نفسه او من واثق مش عندها حاسه كده، زي ما تقول عندها حاسه انا مش حلوه، انا مش غنيه، انا مش كذا، انا مش كذا، فتقعد تعمل حديث سلبي مع نفسها فينتج عنه فيبتدي يغير. طيب دكتور رمضان، في بقى نوع تاني اللي هو مثلا الزوجه او الزوج اللي بيغير على الطرف الاخر من اهله. ده يعني يتعامل ازاي؟ يعني واحدة مثلا تقول ان زوجها بيغير من زيارتها لابوها او زيارتها لامها، او انا اظبط الموضوع ده ازاي من غير ما يحصل مشاكل وفي اطار طبعا التعليم الديني؟ هو زي ما قال الدكتور ابراهيم ان دي غيرة مرضية تحتاج الى رقم واحد حوار هادي قوي مع الطرف الثاني. طب ايه مزعلك؟ وان كنت اطيل الزيارة أقللها عشان خطره، أبدأ أهدي أموره، اتكلم بقى معي بالظبط. لازم موضوع الحوار ده حاجة عظمة جدا. نقطة كمان كان أشار إليها الدكتور إبراهيم، سيدنا النبي قالها صلى الله عليه وسلم، قال إياكم ومواطن الريب. يعني ما تلاقيش زوجتي بكلم واحدة أيوة حبيبتي وعاملة إيه وإنت وحشتيني تمام. طب ما طبيعي هتقولي مين اللي أنت بتكلمها؟ طبيعي انها تتضايق يعني، طبعا وتتضايق. طب ده انا بكلم اختي خلاص، يبقى هي عارفه يعني. فانا ولذلك كان سيدنا علي بن ابي طالب كان يقول
إياك وما يسبق القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. يعني أنا كان السلف الصالح ما يسلمش على أخته في الشارع لأنه مش عارفين دي أخته. يعني أنا محتاج أن أنا أبعد عن الريبة. المثيرات إنجاز الكلمة المثيرات والمحركات تمام والمقبلات اللي بتغذي موضوع الغيرة. تفضل دكتور إبراهيم. لا دي هقولها لك بعد كده لأن السوشيال ميديا بقى والفيسبوك والتكنولوجي ليها دور قوي يعني ما تلاقي مثير جدا. يعني ما تلاقيش مثلا مراتك تلاقيك عامل أكاونتين او تلاقي مثلا طب ما عندها حق تسال انت عامل اكونتين ليه يعني تلاقي مثلا سؤال منطقي على فكره. لا ما دي بقول لك الحاجات اللي بتثير الشك. ما تلاقيش مثلا عامل نمره كده خط بخزنه كده فجاه واحده خط رقم تليفون مش رقمه العادي مش رقمه العادي معاه. يا سلام يا دكتور لو عامل بلوك لزوجته على في ناس بتعمل بلوك لزوجاتهم على لا انا ما عنديش اكونت وتكتشف بعد كده انت عنده عارف يا دكتور إبراهيم العلماء قالوا إن الغيرة زي الملح لو زادت قوي في الطعام تفسده وإن قلت لا طعم للطعام وخيره المعتدل. بس في بقى الغيرة كمان قالوا زي النار. الغيرة زي النار لو زادت قوي تحرق كل شيء وإن قلت قوي مش هتنضج طعام وخيره المعتدل. فما أعظم الغيرة المعتدلة المنضبطة اللي كمان ما بتلاقيش ان مثلا زوجها بيغير او يلاقي بتتضايق فهي بتنكشه وهي او راجل يقول لك ما بتغيرش عليا خالص يا دكتور في ايه يعني انا ما فيش اي حاجه في ستات ما بتبينش غيره تتعمد ان هي تبينش غيره عشان تقول لك انا مش عايزه اقول له الحاجه اللي بتضايقني عشان مش كل ما عايز يعملها. وفي ستات بتبقى اللي اتجوزت شخصيه عامه بيبقى عندها نوع من الذكاء الاجتماعي تقدر ايه لان في واحده تتجوز شخصيه عامه تكرهه في حياته هي مش عارفه بيبقى لازم تفهمي طبيعه اللي انت اتجوزتيه ده او طبيعه الشخص اللي انت اتجوزتيه او العكس لو انت اتجوزت شخصيه عامه ما انت قبلت من الاول انت تتجوز شخصيه عامه ومتاحه للمجتمع وبتشتغل وعندها نجاح في شغلها وممكن تقابل حد يسلم عليها وممكن حد يكلمها في وقت في وقت معين فالمفروض يبقى عندك ثقه في نفسك الشخصيه العامه. من هنا بتاتي نقطه اهميه الحوار اللي دكتور رمضان قال عليها على فكره. طيب دكتور كنت عايز حضرتك على طبعا في ناس كتير كانت تسال قصص ومدى غيره زوجات الرسول. يعني احنا عايزين نعرف اصل في ناس كتير قوي بتتكلم في الحكايه دي وفي ناس بتقول قصص وفي ناس بتقول لا ده صح وده مش صح. الغيره بين زوجات الرسول كانت عامله ازاي؟ الغيره كانت عايز اقول لسعادتك انه الغيره اصلا بيولد بها الانسان ده فطره. يعني تخيلي الطفل الرضيع اللي امه شايلاه وفجاه سابته وشالت غيره هتلاقيه عمال يعيط بيغير طبعا هو رضيع طبعًا. لم ينضج هو خلق على كده فطر على ذلك. لكن احنا بنتكلم كله على ايه يا جماعه اعتدلوا في الغيره يعني الله يرضى عنكم اعتدلوا يرحمكم الله. يا ست يلي في البيت وانت عارفة جوزك واثقة في نفسك وجوزك شخصية عامة زي بيقوله الدكتور إبراهيم وله شغله وناس بتتصل بيه ولازم يخرج ولازم يعمل في شغله بلاش الخنقة الزيادة هتقتله. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين الغيرة الغيرة لو فيها تجاوز للحدود وحرام وقف سيدنا النبي. حرام الغيرة ازاي؟ أقول لسعادتك يعني سيدنا النبي قاعد وبعدين جت السيدة صفية زوجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت أصلا من اليهود فكانت جميلة قوي لكن هي طبيعتها صفاتها كانت قصيرة شوي فكلمت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة بعد ما هي مشيت قالت له أنت بتبص لها كده ليه وبتضحك لها كده ليه معنى كلامها إنها وعملت كده يعني أشارت بيدها على أنها إيه قصيرة ويبقى أنا إيه طويلة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته مما فيها من الذنوب. يعني لو الكلمة دي اتجسدت عشان عيبت عليها عشان ليه ورغم إن هي قصيرة فبالك لو ما فيهاش فبالك بقى لو بتتهم في أعراض أزمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 عاما. ففي بعض السيدات من الغيرة تقول له دي فيها وتتهمها في عرضها هتحاسبي أمام الله عز وجل وقد تتهم زوجها في عرضه. اتقي الله وحافظ على بيتك. طب لو المسألة أنثوية بس ما هو ده حلوة كده الدم خفيف وجميلة الله
ده تعمل الحياة طعم، وده حصل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي بقى؟ أقول الفرق ايه بقى عشان عايز اعرف يعني اذا كانت الفرق قالت قصيرة ده. الفرق ان هي اغتابت وعيبت، ده كده اغتابت وعيبت. انا ما اغتبتش بقى وانا حلوة بتكلم على نفسي بس، تمام؟ ولذلك لما اغتابت السيدة عائشة السيدة خديجة ورغم انها ميتة، طب تخيل انها بتغير من واحدة مش موجودة. شوف الغيرة شكلها ايه. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاب سيرة السيدة خديجة واتكلم عنها واتكلم عن صاحبتها، فالسيدة عائشة غارت منها وقالت له هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها. كده لا نقف كده لا. فسيدنا النبي قال لها لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، فوالله ما أبدلني، ورزقني الله منها الولد. ده بيغمز السيدة عائشة، والله ما أبدلني الله خيرا منها. شفت بنقف بقى لما الغيرة تتجاوز الحدود وندخل في أعراض ونتهم ناس. لا طب لما الغيرة تبقى حلوة كده ويعني تعمل طعم للحياة وماله يبتسم سيدنا النبي. سيدنا النبي قاعد مع الصحابة. وخلي بالك برضو نقطة مهمة بقول لكل زوج وكل زوجة، اللي في بالك مش في بال زوجتك، وده يوضح لنا الدكتور إبراهيم دي حالة نفسية. أنا ممكن أبقى شايف الموضوع بشكل، لأن أنا رمضان بثقافتي وفكري وراجل، زوجتي شايفه بشكل تاني خالص. يعني تخيل سيدنا النبي قاعد مع الصحابة في بيت السيدة عائشة، فواحدة من زوجات سيدنا النبي عملت أكل بيحبوا سيدنا النبي وجت بعتها لسيدنا رسول الله في بيت السيدة عائشة. سيدنا النبي أنت مع حضرتك تليفون؟ لا طيب. أنا بشوف المسجد لسه جاية الرسائل إيه مصايب على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في باله ده زوجته بعتها له أكل، بس عند مين؟ عند السيدة عائشة. ربما يكون في بالها أنا بيحب أكل أكتر من أنت، فاهم الرسائل الخفية. تمام. فسيدنا النبي تقبل الإناء. تمام. فالسيدة عائشة طلعت الإناء ده جاي منين؟ تمام. جات ماسكة الإناء بأكله واللي فيه اضرب في الأرض كسرت قدام مين؟ قدام الصحابة. كأنه بيعلمني خلي بالك من زوجتك في وقت الغيرة، يعني خليك محتضن خليك محتوي ما تهبش بقى فيه. بالضبط. فالنبي قال إيه للصحابة؟ غارت أمكم. يعني أمكم مين؟ أمكم السيدة عائشة غارت؟ أمكم السيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم لما غارت من هاجر، يبقى دي المعنيين. تمام. غارت أمكم يا عائشة، إناء كإناء وطعام كطعام، وخلص الموضوع كله وقفش عنده كتير. مراعاة حال الغيرة عند غيرتها، حسن التصرف بقى مش يعني عليه الصلاة والسلام. طيب دكتور إبراهيم، أنا في معايا مصطفى السلاميني بيقول أنا أنا بتقفش حاليا ادعولي الغيرة. ربنا معاك يا مصطفى بقى، طمنا بقى الأسبوع الجاي يعني إن شاء الله. طيب في ادعوا لأخيكم بالنوى الأهل يسأل هو بيسأل دلوقتي. طيب علي عبده، شكرا على حضرتك كاتبه وبعته يعني هذا الإطراء الجميل. طيب خلينا ناخد بقى النقطة النفسية، حكاية ان عدم يعني او سوء التصرف. احنا هنا سمعنا قصة جميلة نتعلم منها كلنا، وانا احب دايما ان انا اتعلم من الحاجات دي ويعني نفيد الناس بيها. في بقى بيحصل دلوقتي في وقتنا ده دكتور حاجة تانية، ان هو بيشوفها متضايقة وغيرانة ومتعصبة جدا، بيزود في الحكاية ومزود. فهو يقولك شفته بتغير عليا ازاي ومتضايق ومش عارف ايه، وهو اللي بيزود، هو اللي بيستفزها، هو اللي بيعمل تصرفات تكون ايه هي بتضايقها تتعبها نفسيا. طول الوقت متعصبه يقولك دي نكديه. طب هي نكديه الواحد يعني صحيت من النوم لقيت نفسها نكديه؟ فده بقى التعامل ازاي، ذكاء المراه هنا ازاي، وازاي تقدر ان هي تاخد بالها من الموضوع ده. المراه مش لازم تصدر في طول الوقت انها ايه، زي ما بتقولي في ست بتبقى عارفه تبين وفي ست بتقدر تحتوي راجل ترجعه على طول، لو حست انه بيلعب تقوم مرجعاه في ثواني. انا دايما اقول لواحده انت هتقعدي تتخانقي وتشتمي وتكسري له مش طبقا بقى بتتكسر، الاقي مثلا موبايل واحد جاي لي ومع مراته الموبايل شايف الموبايل ايه، شايف الموبايل متكسر 100 حته ازاي ليه مش عارف ايه، شايف ديت هبشتني وانا وحاجه وناس يعني الغيره بتوصل للتصرفات للاسف. وانا نايم بقول لها طيب انت دلوقتي استفدتي حاجه لما مسكتيه بهدلتي بكرامته، او مثلا فتحت الشبابيك وتعالوا شوفوا بيعمل ايه الراجل المحترم وبتاع وفضحته في كل في كل حته. طب استفدتي حاجه؟ قالت لي لا رجع تاني اوحش من الاول وما اتعلمش، بل خدها عند. فانت لما بتكتشفي ان راجل بيغير بتدوري طيب راح يعني ممكن تكون يعني تدوري هو عمل كده ليه، عمل كده ليه، بس بدون ما تشوفي نقص في نفسك.
بدون ما تشوفي نقص في نفسك، لان في واحده تقعد تقول ده بيعمل كده علشان انا وحشه او ان انا مش على فكره. دي اول حاجه الست يعني بتبقى غلبانه بتفكر في الحكايه دي، لا الست المفروض تبقى اذكى من كده، تفاصل تقول هو بيعمل كده تفاصل شويه او هيرجع يعني، او هيرجع يعني في واحده كانت تتجاهل يعني تتجاهل الحكايه دي، ده عايز يستفزني ويستثير. طب اسمح لي يا دكتور افترض ان هي نفسها مقصره برضو، خلي بالك لو هي مقصره يعني لو هي نفسها مقصره ده ودي نقطه، دي نقطه من التوازن عشان نقطه تانية يعني المفروض برضو تفكر، بس تفكر الاكتر ايه، لان زي ما اقول لك ما تفكرش بشكل ضعيف، وحتى لو فكرت انها مقصره طب احسن من نفسي كويس، بواجه نفسها احسن من نفسي ازاي، لان في واحده بتكون مقصره وتقعد ايه وتقعد بالبلدي تندب كده، وانا ما فيش امل وخلاص هيروح يتجوز وانا خلاص انتهيت وانا ما اقدرش اعمل حاجه كده اكتر من نفسي وانا انا بس كنت بتكلم في حاله ان هي بتبقى عارفه ان هو بيعمل ده علشان يضايقها، مش بيعمل حاجة، هو بيعمل ده عشان يضايقها بس. ممكن مش شرط يضايقها، في واحد بطبيعته هو هو كده، هو بيلف ويدور وملتوي لأن اللي بيعمل حاجات تستفز الشخص بيبقى في ناس ملتوية بطبعها، تفصى بترمرم سوري، ممكن يعني مش شرط يكون ايه يعني مش شرط يكون هفوة او تقصير من الطرف الاخر. تمام احمد الحسيني برضو كان في نقطه ان هو لما قال لهم ستنا صفيه برضو لما برضو ضايقوها اللي هو يهوديه، قالت لهم سيدنا النبي بقى قال لها ده هي بنت نبي واخت نبي دافع عنها قالت الا يهوديه قد غلبت على عقل رسول. فالنبي قال لها لست يهوديه بل انت ابنه نبي واخت نبي وابوك يعني زعيم. احنا قال لهم ابي موسى وعمي هارون وزوجي محمد. الردود فعلا هو سيدنا النبي اللي رد يعني يعمل توازن يعني غايه في الروعه. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلال تهدئه للغيره ازاي، وانزل الله قرانا بسبب هذا الامر. لا مش فاهمه النقطه دي، معلش. موقف برضه بسبب الغيره، سيدنا النبي يخرج من صلاة الظهر يعدي على زوجاته، فأول واحدة بيعدي عليها مين؟ سيدة زينب بنت جحش بنت عمته، وكانت جميلة قوي وضيئة، وما أجمل إن المرأة تكون ذكية تعرف زوجها بيحب إيه وتعمله. تمام؟ في سيدات يعني شيء عجيب يعني مش تمام؟ هيطلع روحه جنبها تقول له أجيب لك شوية مية، طب ما تقومي تجيب المية وتجيب على طول ما علينا. أو تتعمى تستفز برضو يعني. وإحنا لو استفزنا بعض يا دكتور. هو السؤال يعني أنت بيكح ولا شارق ولا حاجة تقول له أجيب لك مية، أجاوب إزاي طيب؟ هات مية للتغسيل بقى بعد ما يموت. فسيدنا النبي خارج من صلاة الظهر دايما كده يجي داخل عند السيدة عائشة السيدة زينب بنت جحش فيسلم عليها، فنجهز له إيه؟ مية باردة وعسل أبيض. فتسقيه العسل. فالسيدة عائشة عرفت. تمام. فجت عامله جبهه السيدة عائشة وام سلمة والسيدة سودة والسيدة حفصة بنت سيدنا عمر وقالت لهم الرسول بيدخل عند السيدة زينب، إن خرج جاء عندي أو جاء عند حد منكم قولوا له إحنا شمين من بقك ريحة مغافير. مغافير دي طعام عامل زي الكرات البصل الثوم عشان يضايقوها يعني عشان يضايقوا سيدنا النبي عشان ما يدخلش تاني عندها يضايقوها هي كمان بالظبط. فخرج سيدنا رسول الله دخل عند السيده زينب بنت جحش، خرج من عندها عند السيده عائشه فبيسلم عليها، قالت له انت واكل ايه؟ انت شارب ايه؟ فقال لها ما فيش حاجه غير انني شربت عسلا عند زينب. قالت له كمان عسل؟ كان العسل ايه؟ جريمه وغضبانه جدا. فسيدنا النبي قال اهدئي يا عائشه هو علي حرام مش هشرب عسل تاني. فأنزل الله قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك بسبب الغيرة. سبحان الله. طيب أنا أحمد حسين هنا بيقول بالنسبة للغيرة كل الستات بتغير على أزواجها والغيرة شديدة بتقتل الحب وتؤدي إلى خراب البيوت. بصراحة كده ستات مزوداها يعني، ستات شافت جوزها قاعدة على الفيسبوك بيحكي مع حد السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هخلي دكتور ابراهيم يرد عليك يا احمد، ده بتقولك بيضحك
بالصدفة بسبب الغيرة دي تتحول لرايا وسكينة وتقول له ما تضحكني معاك يا حسن. طب ما هو برضو في حاجات بتبقى يعني مش مثيرة للريبة زي ما التكنولوجيا اللي طرقت. التكنولوجيا دايما هنلاقي في كل أزمة من الأزمات اللي بتحصل دلوقتي دور سلبي للتكنولوجيا. احنا بنستعملها غلط, بنستخدم وفيها أشياء بنستخدمها غلط جدا. وزادت التكنولوجيا للأسف زودت في الخيانة الزوجية, وزودت نسبة الطلاق, وزودت نسبة الغيرة. بالنسبة قد ايه يا دكتور؟ عشان انا دايما يعني انا مستعجبة من نسبة الطلاق اللي كل دقيقتين, احنا كل دقيقتين دلوقتي عندنا حالة, فللأسف في جريمة بتحصل. يعني احنا يعني ايه كل دقيقتين بيت بيتخرب؟ فانا عايز افهم بس ده احد الاسباب بنسبه قد ايه؟ يعني السوشيال ميديا احنا لسه ما اتعملتش احصاءات واضحه لان السوشيال ميديا لا في وجهه نظرك يعني يعني ممكن اقول نسبه 20% 20% السوشيال, خصوصا مع انتشارها في السبع سنوات ووجود السمارت فون يعني التليفونات اللي ازاي مش بتضطر تقعد على الكمبيوتر. ده هي بتضطر تقعد على الكمبيوتر, انت تليفون صغير بتحطه في جيبك غير الكمبيوتر كنت بتبقى قاعد ممكن حد يخش يشوف انت بتعمل ايه, بص الشاشه كبيره, لكن ده انا قاعد في اي حته عندي خط, عندي واحد عنده 10 خطوط واحد اللي محطت التليفون تليفونين ثلاثه في العربيه وقافلهم محدش يعرف عنهم حاجه. في ناس كتير قوي بتعمل التريك دي ان هي يبقى عنده خط ثاني عشان التفتيش بيحصل في البيت. فهي دي بتبقى نقطه برضو مش لطيفه. انت عارفه ان الغيره اساسا سبب اللي احنا كلنا فيه ده ليه؟ لان قابيل هابيل غار من قابيل عشان كان عايز يتجوز اخته, كان من فغاروا من بعض فقتلوا, فلما قتلوا احنا اولاد بقى القاتل ده كل طيب كويس حضرتك قلت النقطه دي. الغيره بقى بتاعه الاولاد يا دكتور, تفرقه في المعامله ما بين الاولاد بتسبب غيره ما بتخلص لحد ما الولاد بتكبر وبتعمل مشاكل ما بين حتى الولاد وبعض وبين البلاد واهليهم. في يعني انا عايز اعرف ده مدى حرمانيته ايه؟ اللي عنده ولدين ثلاثة او عنده مثلا بنتين وولد فبيعامل الولد كويس, عنده مثلا ثلاث ولاد وبنت فبيعامل البنت بدلعها اكتر. في ناس بتعمل كده بيصير غيرة الاطفال بشكل غير طبيعي. هو بص ساعتك هو دايما التفرقة في المعاملة دايما تثير الغيرة حتى من الكبير. يعني تخيل حضرتك يعني لو ساعتك دخل عند باباك او جدتك او مامتك وقابلت اختك حضنتها وسلمت عليك بايدها اكيد هتضايق يعني. بالظبط تمام. فعشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمساواه والعدل بين الاولاد, قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم. انا ممكن الصغير ياخد محبه شويه بس بياخد محبه تتناسب مع سنه, والكبير ياخد محبه تتناسب مع سنه. في ناس ما بتسرح في المشاعر. احنا لو استطعنا ان احنا نفهم ولادنا ان ده له معامله وده له معامله وده له معامله, والكل متاكد من حب الاب, حتى دلع الصغير بيعمل طعم حلو للبيت. انا عندي صغيرين وعندي في الجامعه وخلصوا تمام, الصغير له معامله والوسط له معامله والكبير له معامله والكل عارف مقدار حب الاب ليهم ايه, بس الصغير بيزيد شويه دلع. هم عارفين كده ومستعدين لده لان هم تيقنوا من حب الاب. فاحنا محتاجين ده, محتاج الاب يكون ذكي قوي في تعامله مع اولاده. انا بسمع العيال بتقول ايه, انا ماما بتحب اختي اكتر مني, مشكله بابايا بيحب اختي اكتر مني, بتقول كده. عارفه حضرتك بسبب حاجتين. الحاجه الاولى انه ممكن الابتسامه نفسها العيل بيلاحظها. انت تقابلي ده مبتسم الوش اهلا وسهلا, ده سيدنا عمر قال آسي بين الناس في مجلسك ووجهك. يعني ما ينفعش ابص لساعتي كده وابص للتاني اهلا عامل ايه, انت هتستغربي في ايه وانا عملت ايه عشان يعمل كده. فاحنا عشان ننزع الغيره من بين ولادنا, وزي ما اشار الدكتور ابراهيم انه الغيره كانت سبب في القتل. يعني لما غار سيدنا لما غار هابيل من قابيل وقتلوا بسبب الغيره, احنا محتاجين ننزع فتيل الغيره لان الغيره عامله زي قنبله, وعدم المساواه والتفرقه بين الاولاد ده الوقود النار. الرسول كان بيتعامل ازاي الغيره ما بين اولاده؟ كان بيتعامل مع الكل بحب ومساواه. ما حصلش خالص ابدا, واللي يبقى موجود قدامه كانه محور الحياه, لدرجه انه كان يقابل السيده فاطمه, قابل السيده زينب, قابل السيده رقيه, قابل السيده ام كلثوم بمعامله غير عاديه, وكان يقوم يستقبلها وكان يقول للواحده منهم مرحبا يا ام ابيكي.
بيقابل ولده كده لدرجة انه كان يبقى لابس الجلابية وفوقها العباية فيجي بنته جاية بنته فيجي قايم لها سيدنا النبي جلالة قدره قايم من مجلسه ويجي قالع العباية وفرشها لها ويقول لها اجلسي يا أم أبيك. شوف أخلاق اللي احنا نتعلمها دايما. فتخيلي أب بيعامل ابنه كده بيحتضن ابنه بيقبل ابنه وبيقبل الجميع وبيحب الجميع وكل واحد محتاج حاجة بيحاول يوفيها له مقدار الاستطاعة تفرق كتير. إنما أنا أقول ده حبيبي وده شاطر وانت غبي وما بحبكش، ما هو انت كده بتحطي بالضبط قنبلة في البيت. أولا بيكره الأب والأم، ثانيا بيكره أخوه اللي محبوب، بيكره أخوه. فدي مشكلة كبيرة. الحل اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. طب دكتور، في ناس بتقول إن لحد هذه اللحظة وإحنا في 2018 في ناس بتفضل الذكور عن الإناث، فيفضل يقول لك لا الولاد ليهم معاملة والبنات تلاقيهم على فكرة الأب والأم مش الأب بس. مظبوط. ده حرمانيته إيه؟ أولا لو تلاحظ في القرآن الكريم لم يقدم الله الذكر الأنثى على الذكر إلا في آية واحدة بس، مش على سبيل ان الذكر احسن، ان هو ده طبيعي للتغليب، ان المسلمين والمسلمات تمام من عمل صالحا من ذكر او انثى. جه علشان يعالج النقطه اللي حضرتك بتكلمي عليها، وانه في بعض الناس لحد النهارده واحنا في القرن ال21 بيفضلوا الذكر على الانثى ويزعل ان مراته جابت بنت. بالظبط. ربنا قدمها في الانجاب بس، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الايه الوحيده اللي ربنا قدم فيها الايه الإناث على الذكور، وعشان سيدنا النبي عالج النقطة دي قال إيه؟ خيركم من بكر له بأنثى. يعني اللي يرزق بنت يا هناه يا سعد. مش كده وبس، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رزقه الله ثلاث بنات أخوات، يعني ده وده. تب اتنين تب واحدة فاتق الله فيها ولم يفضل عليها ولدا إلا كانت له حجابا من النار وبابا إلى الجنة. صحيح. ده من موروثات الجاهلية والقرآن عليها. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. خذ المفاجأة. القرآن بيقول يا راجل يلي بتحب الولاد على الإناث أنت السبب يا باشا. زوجتك زي الأرض وأنت زي الفلاح. جبت البذرة ذرة وزرعت ذرة في غيطك. هتطلع لك إيه؟ ذرة ولا فول؟ تطلع دورة. تمام. قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يعني أثبت الطب والحديث أن السبب في تحديد نوع الجنين ذكر ولا أنثى الراجل. وأن المرأة حاضنة، أن المرأة زي الزرع. واحد قصة صغيرة قوي عمل زي كده، قال لي زوجته وعمال يخلف بنات بنات بنات، إن جبت بنت في اللي انت حاملة فيه ده أنا هتجوز عليك. ورزقت بنت، ربنا ما يتعنتش. تمام. اقول يا رب ولعل هو ده الخير. فرزقت بنت، فجاء خاطب بنت من بنات الجيران ورايح بقى عند الخطيبه. رجع من عند الخطيبه. تمام. فالزوجه دي كانت ناصحه قوي وذكيه قوي، ما صرختش وما فضحتوش وما فتحتش الشبيك زي ما الدكتور ابراهيم بيقول. تمام. ابدا. ده عالجت الموضوع ازاي؟ خليته معدي كده وماسكه البنت بتدلعها كده وتهزها في ايديها، وهو كان اسمه ابو حمزه. فقالت ايه؟ ما لأبي حمزة لا يأتينا، يأتي إلى البيت الذي يلينا، غضبانا ألا نلد البنينا. تالله ما ذاك بأيدينا، نحن كالأرض لزارعين، ننبت ما قد وضعوا فينا. فهم الرسالة ورجع إلى زوجتي وأولادي. قبل بيت الناس. طيب أنا نفس السؤال من الشق النفسي دكتور إبراهيم. برضو في أمهات مثلا تقول لك أنا عندي ولد، هي مثلا عندها ولد وجابت ولد تاني أو بنت وجابت بنت تانية، فالكبير شوية بيبقى عمره مثلا سنتين ثلاثة بيبتدي إيه، يا إما ينطوي يا إما يحصل له تبول لا إرادي، يا إما بيحس بغيرة هو مش فاهم الإحساس ده إيه، الأم بتتفزع. فانا بقول لها هل انت بتعاملي ده؟ بتقول لي لا والله ده الاثنين، بس هي لا اراديا ما بتبقاش واخده بالها لان ده لسه بيبي محتاج رعايه ويتشال وهو بيشوف ده بقى كده. انا ااهل الطفل ازاي عشان ما يغيرش ويكره اخوه؟ يعني احاول برضو ايه لو والدتها تساعدها الولد مثلا، الطفل الصغير اللي هو الكبير ده ممكن من غير ما حتى يعمل حاجه كل شويه مكافئات وهدايا كل شويه. الاهمال انا بتهمله بيحصل له مشاكل صحيه اخرجه. لكن مثلا انا جايه برد على الصغير ما سيبش الكبير بقى، لا ده انا اخلي بس بابا يقعد معاه
اخلي مثلا مامتي تساعدني شويه، اخليه قاعد معايا اقول له شوف اللعبه دي، افرجه على اللعبه دي، اقعد اتكلم معاه، اطبطب عليه، احطهم الاثنين جنب بعض، اقول له مثلا ده اخوك وانت مسؤول عنه، دايما برضه اكلمه عليه. البنت مثلا لما بتيجي بنت والولد يبقى الصغير، هي اقول لها ده اخوك، انت كده زي لو شفتيه ممكن تغيري، لو فرق 6 سنين مثلا تعرفي تغيري له، او لو كح مثلا تيجي تقولي لي، او لو شايلها مسؤوليه عشان لو سمعتيه بيعيط وتقولي لي واخوك يا حبيبك انت زي مامته دلوقتي، انت الكبيره، وتقعد تحسسها دايما ان انت الكبيره، مش انت الكبيره بتعنيف، لا ده انت الكبيره، يبقى انت بقى اللي المفروض تبقي مسؤوله عنه، وانت اللي تحبيه ايه، وانت بس عشان انت الكبيره، وانت اهم كمان، انت اهم، ده انت تاني واحده بعديه على طول. والاب برضو يفهم الحكايه دي، لكن يقعد يقول اخوك الصغير ليه تعمل معاك كده، خلي بالك بالظبط، خد بالك من اخوك الصغير، انت ربت اخوك الصغير. غير في اهالي قصب، للاسف احنا محتاجين في برضه بقول لك التكنولوجي اثرت على طريقه تعاملنا. لا ده انا حاسه يعني من الكلام اللي حضرتك بتقوله دكتور رمضان بيقوله ان احنا عندنا افكار ماسكين فيها بتاعت الجاهليه. يعني انا دلوقتي معقوله واحنا في سنه 2018 ناس بتتصرف كده، تفضل طفل على طفل وتأذيه نفسيا سواء اراديا او لا اراديا؟ هل احنا ما بنتكلمش مع بعض ونتحاور زي ما الدكتور رمضان قال احنا واصلين فعلا المرحله دي؟ لا نفوق بقى، معلش ثانيه واحده، هل احنا عندنا ناس بتفضل الولاد الذكور عن الاناث، وهو تصرف جاهليه اساسا، يعني اسمه جاهليه جاي من الجهل، واحنا المفروض ان احنا عندنا تعليم وعندنا علم وعندنا دين وعندنا حاجات كتيره قوي بتقول لنا ان احنا عيب قوي نعمل كده، يعني غير حرام هو عيب؟ معقوله ما نفتقد الحوار للدرجه دي؟ التكنولوجي بوظت علاقتنا، ما بقاش فيه حميميه، ما بقاش فيه حب ولا عطف ولا حنين، كله بسرعه. او اخش عايز اربي ابني، اخش على جروب الفيسبوك واجيب معلومات يقعدوا يقولوا كل اسرارهم على كل اسرارهم، مش عارف ابني، فتقوم واحده ايه هي بقى متربيه غلط اساسا وعندها افكار غلط، تقوم ايه تفتي وتقول لا اعملي معاه كذا، فتقوم تعمل، فتقول انا عملت معاه كذا، جاب نتيجه سلبيه. طب ما هي اللي قالت لك اساسا مش مين فاهم. اللي قالت لك مش فاهمه اصلا مين اللي يعني باخده معلوماتك من مين اساسا يعني. طيب الام، في سؤال بقى جاي بخصوص الام يا دكتور، الام اللي بتغير على اولادها او الاب اللي بيغير على اولاده بشكل فظيع، اذا بيفضل طول عمره او طول عمر الام بتتمنى ان ابنها يتجوز، واول ما بيتجوز بيجي لها حاله نفسيه صعبه جدا، دي بقى ايه يعني يتعامل معاها ازاي؟ دي محتاجه الام اللي بتغير على ابنها لما يتجوز او تغير على بنتها لما تتجوز، محتاجه ان احنا نعالج الموضوع نفسيا ازاي، انه الابن يقول لامه قولا ويعمل التصرفات والأفعال اللي تثبت ليها إن هي ما زالت رقم واحد في حياته، وإن مش كون ربنا رزقني بزوج، أنا كراجل لما اتجوزت لا أمي رقم واحد، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل إذا تزوج فأولى الناس به أمه، والمرأة إذا تزوجت فأولى الناس بها زوجها. لكن أنا محتاج أعالج الحالة النفسية فأعمل إيه؟ لا أنت أمي، ما فيش احلى، وممكن اعمل حاجه حلوه خالص كده بفن كده، انا اقول لزوجتي وقلت لها فعلا ما تحطيش نفسك قدام امي لو غلط هي صح، وتصرفك ده على راسي من فوق. تمام. فاجي قدام امي وزوجتي عامله لنا الاكل، اقول ما فيش احلى من اكل امي، احلى اكل في الدنيا. تمام. ما فيش زيها، انت فاهم الكلام ده يفرق كتير قوي. كله لامي واقول لها كده، وكل اللي مش عارف ايه تمام، واجي واخد عيالي وزوجتي ورايحين قاعدة، انت فاهمني يا دكتور؟ الكلام ده هيفرق، المفروض الزوجه بقى تكون متفهمه كده، او انا عايز اروح لامي لوحدي، في مثلا واحد عايز يروح لوالدته لوحده، لا تقول له انا لازم انا اجي معاك والولاد يجوا معاك، رايح لوحدك ليه؟ عايز ابات النهارده مع والدتي، والدتي بعت له اكل، تقول له هي بعتلك اكل ليه؟ هو انا ما بعرفش. لا ممكن تقول يعني ان انت هترتاحي من الطبخ النهارده. لا ما بعرفش اطبخ، قصدها اسمعي بس هترتاحي، قصدها يا ريت تبعت اكل كل يوم. قصدها ايه؟ قصدها ايه يعني؟
هنا انا مبسوط قوي من الدكتور رمضان بيتكلمه، لان ده انا شايفه ده نوع من تجديد الخطاب الديني. لان احنا بنوصل جوه، بنوصل جوه البيوت وبنتكلم على جزء نفسي، وبنتكلم على تكنولوجي. هو ده اللي نادى بيه رئيس الجمهورية، ان الدين يوصل للناس في سلوكياتهم الحياتية ازاي، يعرفوا يغيروا ازاي، يعرفوا يحبوا ازاي، يعرفوا يتعاملوا مع الناس ازاي. فالداعية الديني ده لازم يكون عنده مبادئ علم النفس، مبادئ علم الاجتماع، مبادئ التكنولوجي، فاهم في الدنيا، فاهم لما هيحول لي يقول لي مثلا هو فاهم ممكن يتعامل مع الحاله ديت ازاي، او يقول لها لا دي حاله مريضه تستدعي انها تروح لطبيب نفس. عندنا تكامل مع بعض. وفي النهايه احنا بنقول ان بتاتي اهميه الحوار. يعني عندنا ضيفين النهارده متخصصين، كل واحد يعني مختص في مجاله بشكل كبير جدا، والاثنين اكدوا من زاويتين النفسيه والدينيه اهميه الحوار. الدين مش بس ان احنا نعمل شعائر ونحفظ، لا، الدين معامله في حياتنا اليوميه، في كلامنا، في طريقه كلامنا، في معاملتنا مع اولادنا، في معاملتنا مع اهالينا، في معاملتنا مع زمايلنا، في كل حاجه لازم نراعيها. مش يعني احنا مشكلتنا في ايه؟ احنا مشكلتنا احنا فصلنا الحاجتين عن بعض، هما ما يتفصلوش، مفيش حاجه اسمها كده. احنا بنتعامل عن طريق هذه التعليم بشكل مجتمعي. للاسف كان في قبل كده تصرفات او ممارسات معينه فصلت الاثنين عن بعض، بس هما ما يتفصلوش. كل حاجه ليها اساس نفسي واساس ديني. الحوار مره اخرى يا دكتور رمضان ناكد عليه لو سمحت. باكد على الحوار ما بين الزوجين. اثنين، ايتها الزوجه الكريمه، ثقي في بعد ربنا في نفسك، ثقي في زوجك. رقم ثلاثه، بلاش الغيرة تتجاوز الحد، ملح كتير في الأكل ولا نار كتير في البيت، اعتدلي في الغيرة. نقطة أخيرة، ياريت يبقى فيه وضوح من الطرفين. وضوح أهم حاجة صحيح. الصراحة بقى كذب حرام على فكرة. الكذب حرام. أنا بشكركم. أنا عايز أشكر الدكتور إبراهيم، استفدنا منه، شكرا جزيلا للدكتور إبراهيم. أنا عايز أشكركم يعني بجد، حضراتكم النهاردة أفدتونا بشكل كبير جدا، حوار رائع وممتع ومثمر جدا، ونتمنى أن يكون لينا لقاءات أخرى. والحب الحقيقي بجد يقتل أي غيرة. نحبك. صحيح. أحسن حاجة بقى نختم بيها حلقتنا النهاردة، ربنا إن شاء الله يعني يسعدنا جميعا ويسعدكم إن شاء الله، وكل الناس تعيش في خير ومحبة وأخلاق حلوة. أستاذ دكتور رمضان عبد الرازق من علماء الأزهر، شكرا جزيلا حضرتك، نورتنا، دايما منور نهاية الأسبوع. بشكر أيضا ضيفي العزيز دكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي. شكرا يا دكتور إبراهيم. مشاهدينا، استمتعت بلقائكم النهاردة، ودايما بسعد بلقائكم كل خميس وجمعة وبرنامج نهاية الأسبوع. أشوفكم إن شاء الله الخميس الجاي نهاية الأسبوع، فكونوا على موعد. سلام.